أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن أعداءه ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. يدرك المسلمون الواعون جيدا أنه بعد وقوع انقلاب سقيفة بني ساعدة تشكل في هذه الأمة خطان رئيسيان، خط تمثله السقيفة رجالاتها ومن جاء بعدها من أنظمة حكم ورموز ومعلمين ومحدثين وقصاصين ونحو ذلك، وخط آخر هو خط الأئمة الشرعيين من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن شايعهم ووالاهم وتتلمذ عندهم. والصراع بين هذا الخط بين هذين الخطين لا يزال جاريا منذ 1400 عام تقريبا، والعداوة بين الخطين ظاهرة واضحة، لأنها بالأصل ترجع إلى عداوة بين رموز كلا الخطين. رموز أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا على عداوة مع رموز خط السقيفة. كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل المثال يعادي في الله الرمز الأول لخط السقيفة، وهو الطاغية الأول أبو بكر ابن أبي قحافة لعنة الله عليه. وكذا كانت الزهراء عليها الصلاة والسلام تعاديه وتعادي الرمز الثاني الطاغية الثاني عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. وهكذا نجد ملامح التاريخ تعطينا صورة واضحة عن هذه العداوة، عن هذه المنافرة بين الخطين ورموز الخطين. حاولت الطائفة البكرية المبتدعة التوفيق بين الخطين أو إيهام المسلمين بأنه ما من عداوة بين رموز كلا الخطين. تدعي بعض الأطراف البكرية أن العلاقات ما بين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وما بين رموز السقيفة كانت علاقات طيبة، وهذا
ليس إلا هراء، فإنه يكفي تصفح التاريخ جيدا لمعرفة بطلانه وزيفه، ولمعرفة أن العلاقات كانت علاقات فيها من العداوة ما فيها، وفيها من المنافرة ما فيها. قبل أن نسترسل في الحديث، لا بأس بأن نشير إلى أن هنالك مغالطات حتى في اللغة التعبيرية البكرية. البكريون يزعمون أنه هكذا يعبرون، يعني في لغتهم هكذا يعبرون، يقولون العلاقة ما بين أهل البيت والصحابة كانت علاقات طيبة. لماذا أيها الشيعة الرافضة تريدون تعكير صفو هذه العلاقة والادعاء بأن العلاقات بين أهل البيت والصحابة على تعبيرهم كانت علاقات غير طيبة؟ مثل هذه اللغة بحد ذاتها تعتبر مغالطة، تعتبر نحوا من أنحاء الإيهام للناس بأن طبيعة الصراع هي هذه، بين جبهة اسمها أهل البيت، طبيعة الصراع المدعى عند الشيعة أنه بين جبهتين، جبهة أهل البيت وجبهة الصحابة ككل، في حين أن الشيعة لا يدعون هذا، لا يزعمون هذا، لا يقولون بهذا. الشيعة لا يقولون إن الخط الأول، الجبهة الأولى، أهل البيت عليهم السلام، كانوا يعادون كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تجمع كل أولئك في جبهة ثانية. أساساً هذه الجامعية لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هو قفز على واقعهم، لأنهم ما كانوا جميعاً في جبهة واحدة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا بالألوف، كانوا موزعين على جبهات متعددة، كانوا يتكتلون في تكتلات متعددة كحال أي مجتمع. الآن في مجتمعاتنا هذه هنالك تكتلات، هنالك خطوط، هنالك تيارات، هنالك جبهات. مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان هكذا، هنالك منهم من انحاز إلى جبهة أهل البيت فنقبله، هنالك منهم من انحاز إلى جبهة أعداء أهل البيت فنرفضه، هنالك منهم من انحاز إلى جبهة الدنيا، فإذا كانت الدنيا مع أهل البيت كان معهم، وإذا صارت الدنيا مع أعداء أهل البيت صار معهم. من أبرز أمثال من كانوا على هذه الصفة عبد الله بن العباس. الدنيا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فكان معه، صارت الدنيا بيد المنافقين الذين انقلبوا على رسول الله، أعداء رسول الله وأهل بيته، أبي بكر وعمر وعثمان، صار معهم. عادت الدنيا من جديد إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، صار معه. عادت الدنيا أو ذهبت وولت من جديد إلى معاوية فسالم معاوية.
لا نقول علاقات كانت طيبة 100%، ولكن سالم معاوية واتخذ لنفسه جبهة خاصة به في قبال جبهة أهل البيت، لم يكن كجابر بن عبد الله الأنصاري مثلا الذي كان مع أهل البيت على الدوام. فهنالك إذن جبهات متعددة، تكتلات متعددة، خطوط متعددة. هنالك مثلا من كانوا متذبذبين، عندهم حالة من التذبذب. فإذا من الخطأ، من الخطأ العلمي أن تقول كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا على موقف واحد أو على جبهة واحدة، ثم تجعل هؤلاء في طرف وأهل البيت في طرف، وتريد أن تقول العلاقات بين الصحب والآل على تعبيرهم كانت علاقات طيبة، وأن الشيعة يأتونكم أيها المسلمون بجريمة نكراء وهي الادعاء بأن العلاقات بينهما كانت علاقات سيئة، كانت علاقات عداوات. هذا غير صحيح، لأنك هنا كأنك تختزل كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بجبهة واحدة، جبهة السقيفة، أبو بكر، عمر، عثمان، عائشة، طلحة والزبير، معاوية، هذول. هذا خطأ. نحن الشيعة لا نقول بأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعادون كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لا، نحن نقول أن أهل البيت، الخط الشرعي، رموز الخط الشرعي، عادوا في الله وأبغضوا في الله كل من انقلب على رسول الله صلى الله عليه وآله وخانه وحرف وبدل دينه من بعده من أصحاب رسول الله. وهؤلاء كثر، نعم كانوا أكثرية أصحاب رسول الله، نعم كانوا أكثرية أصحاب رسول الله، ولكن لا يحق لك أن تقول إن كلمة الشيعة هي أنه أصحاب رسول الله على العموم وعلى الإطلاق جميعهم قد عاداهم أهل البيت وحكموا بارتدادهم. كلا، نحن لا نقول هكذا. فإذا هذه مغالطة بحد ذاتها. على أي حال، بماذا يتوسل أهل البدعة اليوم لنفي الحقيقة العلمية التاريخية في أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يعادون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر المنافقين المنقلبين على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بماذا يتوسلون؟ يتوسلون بمجموعة من التمحلات، بمجموعة من الاستدلالات السخيفة التي لا تستقيم مع الوعي قبل أن تستقيم مع أصول الاستدلال، يعني الوعي فيها. لا يجدون أدلة قوية متينة لتثبيت هذه الصورة الغارقة في الحلم التي يحاولون أن يقولوا فيها أن أهل البيت وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا على وئام وكانوا على علاقات طيبة، ليس فيها تنافر، ليس فيها عداء. لا يجدون شيئا متينا، فبماذا يتشبثون؟ يتشبثون بالقشة أملا في أن ينجوا من الغرق،
لماذا نقول إنهم يغرقون؟ لأن الوعي يحاربهم، الوعي بحد ذاته. كم من رجل في زماننا هذا وكم من امرأة في زماننا هذا ممن كانوا ينتمون إلى الطائفة البكرية تشيعوا دون أدنى تدخل من طرف شيعي، أصلا دون اتصال بالعالم الشيعي، دون اتصال، يعني لا أنه أحد من الشيعة جاء مثلا هذا الرجل وقال له تعال تشيع وتفضل هذه مجموعة كتب اقرأها مثلا، لا أنه مثلا كان مطلعا على أقوال الشيعة وكتبهم أو حتى على محاضرات علمائهم أو خطبائهم أو حتى قنواتهم الآن في هذا الزمان الأخير. قبل ذلك خلينا نقول كم شخص تشيع من خلال وعيه بحقيقة ما هم يروونه، هو يبحث بحد ذاته في كتبه في مصادره فيكتشف العجب العجاب ويبدأ ماذا؟ يفتش عن الحق، ثم لا يجده إلا عند الشيعة. كثير هكذا بلا أدنى تدخل من طرف شيعي، هو مجرد أن يزداد وعيا ويتجرد عن الهوى والعصبية تجده يعرف أن الحق مع أهل البيت عليهم السلام، وأنه قد وقعت مؤامرة كبرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حرفت هذا الدين واستمرت الخدعة 1400 سنة. خدعة، هذه الديانة البكرية هي عبارة عن خدعة، خدعة فقط، خدعة، ولكن قويت بماذا؟ بالمال والسلاح. الأنظمة كانت تدعم بقاء هذه الخدعة طوال 1400 سنة، فلذلك بقت، وإلا هي خدعة لا تبقى. فالذي يحاربهم هو الوعي، لسنا نحن الذين نحاربهم بالضرورة، الوعي يحارب الديانة البكرية. زد الوعي الديانة البكرية تتلاشى، وهكذا كل ديانة أرضية غير سماوية، يعني كل ديانة مخترعة من أهل الأرض، زيادة الوعي يجعل هذه الديانة ماذا؟ تتلاشى، تذهب. فالحاصل مما يحاول من تبقى من مشايخ وأحبار وكهنة الديانة البكرية أن يتوسلوا به ويلوذوا به لنفي العداوة بين أهل البيت والمنحرفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هو هذا الادعاء العجيب الذي يروجونه اليوم ويخدعون به أبناءهم. يقولون ليس هنالك أدل على أن العلاقات بين أهل البيت وبين أبي بكر وعمر وعثمان كانت علاقات طيبة وعلاقات محبة ومودة وأن أهل البيت كانوا يجلون هؤلاء، ليس هنالك أدل على هذه الحقيقة بزعمهم من أن أهل البيت قد سموا أبناءهم بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، وفي مقدمة أهل البيت وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام. يقولون انظروا علي بن أبي طالب سمى أبناءه أبا بكر وعمر وعثمان، وهكذا فعل بعض الأئمة الاثنى عشر، بل وسموا بعض بناتهم بعائشة. فهل يعقل أن يسمي المرء أحدا من أولاده باسم أعدائه؟ إذن ليس هؤلاء بأعداء. هكذا يريدون تسطيح العقول، تسفيه العقول، تسفيه العقول،
استغفال الناس حين ينظر الواعي يقول أنا أنظر في الصحاح في كتب السيرة في كتب التاريخ في المتواتر فأجد أن العلاقات كانت علاقات عدائية. صحيح مسلم، صحيح مسلم، وقد مر معنا وذكرناه لكم أكثر من مرة أن في صحيح مسلم، يعني الباحث حين يبحث هو بحد ذاته يشوف في صحيح مسلم أن عليا زعيم أهل البيت بعد النبي يعتبر أبا بكر وعمر كاذبين، آثمين، غادرين، خائنين. كل تهمة من هذه التهم الأربع تنسف الديانة البكرية من أسسها. تقول له هذا حديث صحيح تعاضده أحاديث وآثار وقرائن تبلغ التواتر في معناها تارة، تبلغ الاستفاضة تارة أخرى، فهذا يكفي الإنسان الباحث المؤمن الواعي إلى أن يفهم طبيعة الصراع. يكفيه أن يطالع البخاري فيرى أن أبا بكر أغضب الزهراء عليها الصلاة والسلام وأن الزهراء استشهدت وهي غاضبة عليه. يقول هذا يكفيني أنه كان هنالك صراع، كانت هنالك عداوة، وهذا أنتم ترونه في أصح كتبكم، تذكرونه في أصح كتبكم، بل وسارت بهذه الحقيقة الركبان وهي في وضوحها كالشمس في رابعة النهار. فكيف تأتيني بآثار بأقوال لبعض النسابين، بعض أهل الأنساب، كثير منها مخدوش، كثير منها مصحف، كثير منها لا يستقيم ولا يمكن الاستناد عليه، وتريدني أن أنفي تلك الحقائق الواضحة المشهورة من أجل بعض التخمينات عندك، تخمن أنت، تقول أنا لأنه وجدت في سلالة أهل البيت واحد اسمه عمر إذن لم تكن هنالك عداوة بين أهل البيت وعمر. بهذا التسطيح، بهذا الاستغفال للعقول، بهذا التسفيه للعقول، تريدني أن أنفي التاريخ كله؟ نحن في هذه الليلة ارتأينا أن نفصل القول أكثر في هذه الشبهة حتى فقط يدرك أهل الخلاف الذين هم على مشارف الوعي يدركون أي خواء في الديانة البكرية إذ تستدل بمثل هذه الأمور. نبدأ أولاً بزعمهم أن أمير المؤمنين عليه السلام كان له أبناء سماهم باسم أبي بكر وعمر وعثمان. نقول أولا لا يخفى على أحد أن هذا الادعاء أيضا وهذه اللغة بحد ذاتها فيها من المغالطة ما فيها. لماذا؟ لأنه أبو بكر هذا ليس اسما، هذه كنية، ولم يكن معهودا خاصة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن يسمي الوالد ولده بكنية،
كان يسميه ويكنيه. أما أن يلغي الاسم تماما ليس له اسم ويكتفي بكنية هذا أمر غير معهود. فإذا أول نقطة ينبغي أن يلتفت إليها في سياق هذا البحث أنه أبو بكر من عرف في التاريخ بأنه أبو بكر ابن علي أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن اسمه أبا بكر اسمه شيء آخر، وإن كان غلب على اسمه أو على ذكره كنيته، هذا أمر معهود، هذا طبيعي. من مصادرهم التي تذكر أن لأمير المؤمنين عليه السلام ولدا يدعى أبا بكر، أنساب الأشراف للبلاذري المجلد 12 الصفحة 124 يقول: وكانت ليلى بنت مسعود بن خالد عند علي بن أبي طالب. ليلى بنت مسعود التي يقال لها النهشلية الدارمية، إحدى زوجات أمير المؤمنين، أزواج أمير المؤمنين. يقول: وكانت ليلى بنت مسعود بن خالد عند علي بن أبي طالب، فولدت له عبيد الله وأبا بكر. ولدت له من؟ عبيد الله وأبا بكر، ثم خلف عليها عبد الله بن جعفر. زين، الآن هو يقول لهذه المرأة من أمير المؤمنين عليه السلام ولدان، أحدهما عبيد الله والثاني أبو بكر. لابد أن ننظر في المصادر المتعددة حتى نرى هل أن أبا بكر هذا اسمه أبو بكر أم هذه كنيته، فنفتش عن الاسم، ما هو اسمه؟ نكتشف أن العلماء سواء من طرفنا أو من طرفهم، المؤرخون النسابون من طرفنا أو من طرفهم، ذكروا لهذا الرجل اسما، ذكروا له اسما، ولكنهم اختلفوا في اسمه. بعض منهم قال اسمه محمد، والبعض الآخر قال اسمه عبد الله أو عبيد الله. ممن قال بأن اسمه محمد الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، هذا من طرفنا. الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد في المجلد الأول الصفحة 354 حينما يعدد أبناء أمير المؤمنين عليه السلام يقول: محمد الأصغر المكنى أبا بكر. شوف، إذن هو اسمه ماذا؟ محمد، ويوصف بأنه الأصغر لأنه أكو محمد الأكبر، محمد ربما الأوسط، فهذا هو محمد ماذا؟ الأصغر. هذا سماه أمير المؤمنين عليه السلام ماذا؟ محمد، سمى على اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن صارت كنيته ماذا؟ أبو بكر. يقول: محمد الأصغر المكنى أبا بكر، وعبد الله الشهيدان مع أخيهما الحسين عليه السلام بالطف، أمهما ليلى بنت مسعود. إذن ليلى بنت مسعود كان لها ولدان، أحدهما عبد الله أو عبيد الله، والثاني اسمه ماذا؟ محمد، وعرف بالأصغر. هذا الثاني كني بأبي بكر، وهذان الاثنان استشهدا مع الإمام الحسين عليه السلام في الطف. وبالفعل أنتم تجدون في الزيارة الرجبية تذكر أسماؤهم،
يذكر من ضمن الزيارة الرجبية إذا رجعتم السلام على أبي بكر ابن أمير المؤمنين. أيضا ممن قال أن هذا الرجل هذا الولد لأمير المؤمنين عليه السلام اسمه محمد المؤرخ الشهير المعروف المعتمد عند الخاصة والعامة المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب موسوعة مروج الذهب في التاريخ له كتاب آخر المسعودي اسمه التنبيه والإشراف في هذا الكتاب في الصفحة 258 أيضا يعدد أبناء أمير المؤمنين عليه السلام فيقول وكان له من البنين 11 الحسن والحسين أمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ويعدد بقية الأسماء إلى أن يصل إلى قوله ومحمد الأصغر يكنى أبا بكر وعبيد الله ويحيى إلى آخره فإذا هذه طائفة قالت بأن اسمه محمد من طرفنا نحن طيب من طرف العامة هل هنالك أحد يذكر ذلك أيضا؟ نقول نعم ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة في المجلد الأول الصفحة 644 أيضا يعدد أبناء أمير المؤمنين عليه السلام فيقول ومحمد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبد الله الشهيدان مع أخيهما الحسين بكربلاء أمهما ليلى بنت مسعود الدارمية زين إذن شوفوا هذه شهادات واحد عالم من الخاصة واحد عالم ومؤرخ ممن يعتمد عند الطرفين وواحد أيضا من العامة ذكروا أن أبا بكر هذا اسمه محمد هذه فئة أخرى قالت لا اسمه عبد الله أو عبيد الله وأنتم تعلمون أنه في الآثار كثيرا ما يقع الاشتباه والتصحيف بين عبد الله وعبيد الله كثيرا ما هذا يقع وهذا منشأ الاختلاف في تسميته أيضا نكتفي هنا بمن هم من أهل العامة الذين ذكروا أن أبا بكر اسمه عبد الله أو عبيد الله من أولئك أبو حيان التوحيدي في كتابه البصائر والذخائر في المجلد الأول الصفحة 214 يقول ولد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لصلبه إلى أن يمضي فيقول ومن ليلى بنت مسعود الدارمية عبيد الله وهو أبو بكر هذا عبيد الله هو ماذا؟ أبو بكر ومن أم ولد محمد الأصغر إذن جعل محمد الأصغر شخصا آخر من أم أخرى أيضا شايف شلون؟ وليس هو المكنى بأبي بكر وإنما جعل عبيد الله هو المكنى بأبي بكر ابن أعثم الكوفي في كتابه الفتوح في المجلد الخامس الصفحة 112 يتحدث عن مجريات معركة الطف المجيدة فيقول ثم تقدم إخوة الحسين عازمين على أن يموتوا من دونه فأول من تقدم أبو بكر ابن علي واسمه عبد الله وأمه ليلى بنت مسعود فهذا أثبت أن اسمه ماذا؟ عبد الله المجدي في أنساب الطالبيين هذا كتاب ألفه علي بن أبي الغنائم العمري
وهو ينتسب إلى عمر الأطرف، وسيأتي حديثنا عن عمر الأطرف فيما بعد إن شاء الله. في هذا الكتاب في الصفحة 198 يقول: وأبو بكر اسمه عبد الله، قتل بالطف، وأبو علي عبيد الله، أمهما النهشلية، ليلى بنت مسعود النهشلية الدارمية. إذن أبو بكر ابن علي ليس هذا هو اسمه، هذه كنيته، واسمه لا يعدو أن يكون إما أن يكون محمد اللي هو محمد الأصغر، وإما أن يكون عبد الله أو عبيد الله، اشتباه، اختلاف عند النسابين، عند المؤرخين، عند أهل الأنساب، لأن كلا الأخوين من أم واحدة، وواحد يعلمون أن واحد اسمه محمد والثاني عبد الله أو عبيد الله، ولكن لا يعلمون أيهما المكنى بأبي بكر. نعم، ادعى أبو حيان أن محمد الأصغر من أم ولد، أي من جارية أخرى. أيا يكن الأمر، إذن لا حق لك أن تقول إن عليا سمى ابنه باسم أبي بكر، هذه مغالطة، ما سماه باسم أبي بكر، سماه باسم محمد، سماه باسم عبد الله، سماه باسم عبيد الله، واحد من هذه الثلاثة فروض كني بأبي بكر. والكنية أنتم تعلمون أنه ليس شرطا أن يكون من كناه هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، على أنه حتى لو كناه بأبي بكر فلا ملازمة بين هذا وبين الادعاء بأنه إنما يعني بهذه الكنية، بهذه التكنية، يعني بها أبا بكر ابن أبي قحافة. ليش؟ لأنه أبو بكر ابن أبي قحافة، ما اسمه؟ عتيق. لو هو يحب أبو بكر بالفعل يسميه عتيق، يسمي ابنه مثلا، لم يسمي أمير المؤمنين عليه السلام ابنه باسم أبي بكر. ربما الولد له ولد اسمه بكر فصار أبا بكر، يصير لو ما يصير؟ يصير. هسه كلش نتجاوز، يعني نمشي ويا أهل الخلاف، نلحقهم إلى الباب مثل ما يقولون، إلى أن نشوف لوين يردون يوصلون. نقول مو مشكلة، أمير المؤمنين هو سماه محمد أو عبد الله أو عبيد الله، وأيضا كناه أبا بكر. طيب ما أعلمكم وما أدراكم بأنه إنما عنا من تكنيته أبا بكر، أبا بكر ابن أبي قحافة؟ شنو، ما كان أكو أحد في التاريخ في مجتمع أصحاب رسول الله، ما كان أكو أحد كنيته أبو بكر إلا أبو بكر هذا ابن أبي قحافة؟ والعشرات كانت كنيتهم أبو بكر، ومنهم صلحاء من أصحاب رسول الله، صلحاء كنيتهم أبو بكر. واحد من هؤلاء أبو بكر ابن حزم الأنصاري، هذا رجل غير أبو بكر ابن حزم الذي جاء اللي هو من التابعين، جاء فيما بعد، كان في زمان عمر بن عبد العزيز، هذاك واحد لخ ما لنا علاقة به، كلامنا اللي كان في زمان النبي وأمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام. أبو بكر بن حزم الأنصاري هذا رجل كان من الأنصار، وقد ذكر الرجاليون من الخاصة أي من الرافضة من الشيعة أنه كان من خواص أمير المؤمنين عليه السلام، كان من خواصه، ذكر ذلك ابن داود، راجعوا رجال ابن داود تجدون ذلك، يذكر أنه كان من خواصه وكان يمنيا عربيا، أبو بكر بن حزم الأنصاري، يعني أصلا من اليمن.
فهذا من خواص أمير المؤمنين. لو افترضنا أن أمير المؤمنين هو الذي كنى ولده محمد الأصغر بكنية أبي بكر، فما أدراكم أنه إنما يكنيه نسبة إلى أبي بكركم. ليش ما كناه نسبة إلى أبي بكرنا ابن حزم الأنصاري؟ ليش؟ ونفس الكلام نقوله في اسم عمر. نعم، كان لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولد يسمى عمر، الشهير بعمر الأطرف في قبال عمر الأشرف، لأنه كان للإمام السجاد عليه السلام ولد باسم عمر أيضا، فسمي ذاك الأشرف لأنه من الطرفين ينتسب إلى أهل البيت عليهم السلام من طرف الأب والأم. أما هذا فمن طرف واحد، هذا عمر الأطرف، فمن طرف أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الرجل أيضا نفس الادعاء ونفس المغالطة، يقول أهل الخلاف لقد سمى الإمام علي عليه السلام ابنه عمر قاصدا التيمن بعمر بن الخطاب ابن صهاك، هكذا. على أي أساس يدعون ذلك؟ وضعوا أخبارا ليس فيها هذا، وإنما الذي فيها أن أمير المؤمنين عليه السلام ولد له هذا الولد من جارية يوم قام بالأمر عمر، يعني يوم تولي عمر الحكم، يعني يوم هلاك أبو بكر، المفروض هكذا. فعمر قال لعلي هبني اسمه، يعني خليني أنا أسمي، ما طول هذا شنو ولد في أو في عيد العرش، يعني في يوم الملك مالي. إيه، فقال لا مو مشكلة، على عادة العرب يعني آنذاك، أنه إذا ولد، كان هكذا عند العرب، إذا ولد لهم ولد وكان من أمة مو من حرة، فإذا قال له أحد يعني من الأعزاء عليه قال له هبني يعني اسمه وخليني أنا أسميه، فبعد يقبل، فذاك أي شيء اللي يسميه بعد سماه، خلاص انتهت القضية. فوضعوا هذا الخبر حتى يوهموا الناس أنه أمير المؤمنين يعني يجعل اعتبارا لعمر بن الخطاب ويحترم عمر بن الخطاب، بحيث أنه يوكل أمر تسمية ابنه له. فعمر هو هم سماه باسمه، قال سميه عمر، فأمير المؤمنين قبل. من أخبارهم في ذلك ما رواه ابن شبة في تاريخ المدينة في الصفحة 755، يقول حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال حدثني أبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ولد لي غلام يوم قام عمر رضي الله عنه، زين، فغدوت عليه فقلت له، يعني صار اليوم التالي، فقلت له ولد لي غلام هذه الليلة، يعني هاي الليلة التي مضت، فقال ممن؟ قلت من التغلبية إحدى جواريه، قال فهب لي اسمه، قلت نعم، قال فقد سميته باسمي ونحلته غلامي موركا، غلام من غلمان عمر، يعني يقول هذا صار وهبته له أيضا، قال وكان نوبيا من بلاد النوبة، قال فأعتقه عمر بن علي بعد ذلك، لما كبر عمر بن علي أعتق هذا الغلام، فولده اليوم مواليه، ولاء العتق يسمى في الشريعة. وضعوا هذا الخبر، مع أنه هذا الخبر
نحن لا نعرفه من طرقنا، مثل هذا الخبر لا نعرفه من طرقنا، لا يعزى إلى أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إلا أنه على فرض التسليم به فإنه لا دلالة فيه على أن أمير المؤمنين قصد التيمن بعمر بن الخطاب فسمى ابنه إنشاء من لدنه باسم عمر، وإنما غاية الذي فيه أنه أحرجه عمر وقال له أنا أريد أن أسميه باعتبار هذا ولد في نفس اليوم اللي أنا استلمت فيه الحكم، فأمير المؤمنين هم قبل، بس هذا الذي عندكم يعني. فأيضا مغالطة أن تقولوا إنما سمى علي ابنه باسم عمر بن الخطاب، مغالطة حتى بناء على هذا الخبر الموضوع الذي وضعتموه، حتى بناء على هذا. شايفين شلون الديانة البكرية كلها مغالطات؟ على أنه للعلم، هذه إشارة بين قوسين نذكرها، أنه حتى عمر هذا في اسمه اختلاف بين من يقول اسمه عمر وبين من يقول اسمه عمرو، يعني أكو واو آخر شيء، عمرو مو عمر، ذكر البعض هذا أيضا من الخاصة ومن العامة. لما أثبتوا اسمه أثبتوا اسم عمرو لا اسم عمر. من الذين أثبتوا أن اسمه عمرا القاضي النعمان المغربي في كتابه شرح الأخبار في المجلد الثالث الصفحة 185. هذا من طرفنا. من طرف العامة أيضا ذكر اسمه أن اسمه عمرا عند اليعقوبي في تاريخه وعند الترمذي في سننه، لأن الترمذي في سننه روى رواية سندها فيه قد وقع اسم محمد بن عمرو بن علي، هو يروي عن محمد ابن هذا اللي هو عمرو ابن علي، فأثبت الاسم عمرا ولم يثبته عمرا. يعني أساس القضية أيضا غير ثابت. على أي حال، إن سلمنا وأنا شخصيا أسلم، أقول إن لأمير المؤمنين عليه السلام ولدا اسمه عمر، ولكن لابد للمنصف أن يقف عند هذا الحد، يقول نعم أثبت أن لأمير المؤمنين ولدا اسمه عمر، أتعدى هذا الحد فأبني على ذلك نتيجة معينة، وهي أنه أمير المؤمنين إنما سماه باسم عمر قصدا للتيمن باسم عمر بن الخطاب، فهذا مما لا سبيل له. لماذا؟ لأني لا أجد دليلا أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا سميت ابني هذا مثلا باسم عمر بن الخطاب، ما عندنا هكذا دليل. ولم يكن عمر هو وحده عمر في ذلك التاريخ، اسم عمر اسم رائج عند العرب، رائج، العشرات كان اسمهم عمر، العشرات في الجاهلية وفي الإسلام. في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني عالمهم المعروف، هذا الكتاب الذي يترجم لأصحاب رسول الله كل من ذكر أنه صاحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وهم بالألوف، في هذا الكتاب تجد هنالك نحو 35 رجلا من أصحاب رسول الله اسمهم عمر، مو بس عمر بن الخطاب. ليش ما يكون أمير المؤمنين عليه السلام سمى ابنه عمر باسم أحد هؤلاء؟ لماذا تعين شخص عمر بن الخطاب؟ بأي دليل؟ هاي بوصلتك، ايش عجب تروح إلى تلك الجهة؟ ليش فقط على هذا؟ ما كان هذا الوحيد اللي اسمه عمر، كثيرين كان اسمهم عمر
وبعضهم صلحاء. من أبرز أولئك الصلحاء ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله، عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه سلام الله على أمه، زوج رسول الله، أم المؤمنين حقا، أم سلمة حقا أم المؤمنين، يعني لا يقلها أن تقول عنها أم المؤمنين، مو مثل الخائنتان. فعمر بن أبي سلمة هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وله مواقف بطولية مشهودة. من مواقفه البطولية أنه شايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكان رافضيا، وحارب عائشة في معركة الجمل، حاربها، شارك في معركة الجمل، وشارك في معركة صفين. وهنالك قول أنه استشهد في صفين، وهنالك قول أنه لا، يعني عاش بعد صفين فترة من الزمان، والظاهر أن هذا القول الثاني أثبت. ومن صلاح هذا الرجل، من صلاحه أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولاه في فترة معينة حكومة البحرين، كان حاكم على البحرين. ولهذا شوف التشيع في البحرين جدا قديم. ليش؟ لأن الذين تعاقبوا على البحرين خاصة في الصدر الأول كانوا من المؤمنين الشيعة الأبرار، ما كانوا من الذين خانوا. لذلك شعب البحرين منذ البداية رافضي، حتى لما تولى أبو بكر، أول ما تولى أبو بكر شعب البحرين سوى ثورة، وقمعها أبو بكر بطبيعة الحال كما قمع حمد آل خليفة ثورة البحرين في زماننا. قمع سوى، رفضوهم، هم رفضوا أهل البحرين، رفضوا أبا بكر. دار الزمان، أمير المؤمنين عليه السلام استلم الحكم، عاد إليه الحكم، فبعد معركة الجمل ولا البحرين، ولا عمر بن أبي سلمة البحرين، صار والي هناك. وبعد ذلك عزله. لماذا عزله؟ لا لأنه أفسد في الحكم أو خان والعياذ بالله أبداً، وإنما لأنه أراد أن يحارب معاوية لعنه الله، فأراد أن يكون هذا الرجل البطل بجواره يساعده في حرب معاوية، لأنه هذا من تقدر تعتبره من الأركان يعني. وهنالك كتاب كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن أبي سلمة في هذا الشأن، والكتاب مثبت في نهج البلاغة، وتجدونه أيضا في أنساب الأشراف للبلاذري، تجدونه هناك أيضا في نهج البلاغة. يقول: ومن كتاب له عليه السلام إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين فعزله، واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانه. زين، شنو كتب في الكتاب أمير المؤمنين؟ قال: أما بعد، فإني قد وليت النعمان بن عجلان الزرقي على البحرين، ونزعت يدك بلا ذم لك ولا تثريب عليك، فلقد أحسنت الولاية وأديت الأمانة، فأقبل غير ظنين ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم، فقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام، وأحببت أن تشهد معي، فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو. يعني يقول أنت ظهري، أنت، أنا أستظهر بك على جهاد العدو.
تدري هاي كلمة جدا فيها مدح عظيم، جدا عظيم. هاي كلمة لا تقال لأي أحد، أمير ما يقولها لأي أحد، هذه يقولها لأمثال مالك الأشتر، يقولها لأمثال عمار بن ياسر مثلا، يقولها لمحمد بن أبي بكر، ما يقولها لكل أحد. يقول له فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو، ظلمة أهل الشام معاوية وأصحابه، فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو وإقامة عمود الدين إن شاء الله. أنت تقيم الدين، تقيم عمود الدين. وبالفعل هم هذا ما تأثر، ما انزعج، قال ليش عزلني أمير المؤمنين عن الحكومة ومدخلني في حرب؟ أهلا بالحرب، صفين، وراح وشارك في صفين. رجل مؤمن شهد الجمل وصفين، ربيب رسول الله، رسول الله مربيه إلى 9 سنوات عمره، رسول الله كان مربيه زين. بعدين النبي صلى الله عليه وآله استشهد، من طرف رسول الله رباه، من الطرف الآخر أم سلمة ربته. طبيعي نتاج هاي التربية شنو يكون؟ يعني واحد مخلص لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عادة هكذا. أما اللي مربيته عائشة مثل عبد الله ابن الزبير، وإن كان والده صالحا في تلك الفترة، لكن لأنه تكفلت به عائشة، تكفلت به أمه أسماء بنت أبي بكر، يعني أمه وخالته من ذاك الطرف، فهذول ربوه من الصغار على عداء علي وأهل البيت عليهم السلام. فلما شب وكبر مو فقط أضل نفسه، أضل أباه الزبير الذي كان من الشيعة وكان له مواقف بطولية في غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله، في الدفاع عن دار الزهراء عليه السلام لما هجم عليها عمر والأوغاد معه. الزبير كان يتصدى بكل قوة، شال السيف الزبير، هجموا عليه، أذوه، ضربوه، سووا له مشاكل اللي ما قدر يسوي. يعني الرجل كان مستبسل في الدفاع عن أهل البيت، ولكن سبحان الله الابن أضل أباه دار الزمان، إلى أنه نفس هذا الزبير الذي شال السيف يحارب به عمر دفاعا عن علي والزهراء، دار الزمان شال نفس السيف يحارب به علي بن أبي طالب في معركة الجمل، ودفاعا عن من؟ عن عائشة. تسوى؟ شلون عاقبة سوء حقيقة. حتى واحد يلتفت أيها الإخوة، لا يكون واحد يأمن مكر الله، التفتوا، لا يكون واحد منكم يقول أنا لا شيعي، ابن شيعي، أبنائي شيعة. ترى نعوذ بالله، هي بلحظة من الزمن الواحد ممكن يزيغ، ينحرف، يصير ناصب، يصير عدو، يصير ملحد، أصلا ممكن يصير ملحد هو أبناءه، نعوذ بالله. إذا الدنيا دخلت، يا شنو مشكلة الزبير؟ الدنيا دخلت في قلبه، الدنيا. فلما أكون وازع دنيوية بس يجي ابنه يجي حرضه شوية، خلاص أكو قابلية عنده، ففورا يضل، انتهت القضية. في المقابل أكو رجال حتى مو من تربية أمير المؤمنين، يعني إحنا ما نضرب مثلا بمحمد بن أبي بكر، نقول محمد بن أبي بكر أبوه أولا مات هلك وهو صغير، حصل تربية ممن؟ من أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها، هذه امرأة صالحة، وبعدين أصلا تزوجها أمير المؤمنين فصار ربيبة علي عليه السلام، فمن الطبيعي يصير رجل صالح، المفروض هكذا، مو هالشكل على العادة وطبق القاعدة. هذا قد ما يكون بعجب، ولكن اللي أكو عجب أنه واحد مثل مثلا المهاجر ابن خالد بن الوليد. يعني شوف هذا من واحد ناصبي، هو والده ناصبي لكن هو شيعي، وهم شهد الجمل وصفين، هو هذا المهاجر. شنو الأسباب؟ لازم نبحث نشوف هذا شلون الله عز وجل وفقه لأن يكون مواليا لأهل البيت، مع العلم أن والده كان من جملة من أشهر السيف في وجه الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام.
خالد الوليد ممن شارك في الحملة على دار الزهراء، تعدى على الزهراء عليه الصلاة والسلام، تعدى عليها ب يعني شيء جدا يعني يصعب ذكره. فهذا ابنه، شوف شلون الله وفقه. الابن الآخر عبد الرحمن، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عدو لأهل البيت. معركة صفين صارت، المهاجر ابن خالد بن الوليد في عسكر علي، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في عسكر معاوية. شايف شلون الأخ يقاتل أخاه؟ الحاصل، فلماذا لا نقول، ولماذا لا يقول مخالفونا أيضا بأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إنما سمى ابنه عمر باسم عمر ابن أبي سلمة؟ ليش لا؟ بأي دليل رجحت أن التسمية بعمر إنما يقصد بها عمر ابن الخطاب بالذات؟ عندك دليل؟ عندك حديث عن أمير المؤمنين يقول فيه إني سميت ابني بعمر تيمنا باسم عمر بن الخطاب؟ عندك هالشكل حديث؟ ماكو. حتى المخالفين ما عندهم، الحمد لله ما وضعوا هكذا حديثا، الحمد لله. وإلا لو كانوا ملتفتين في تلك الأزمنة، أزمان زمن وضع الأحاديث وما شاكل، عرفتوا شلون؟ لو كانوا ملتفتين أنه بعد 1400 سنة راح يطلعون بعض الزعاطيط هنا وهناك من أبناء مذهبهم يستدلون بأنه أكو أسماء في أسماء أبناء أهل البيت بأسماء الصحابة على تعبيرهم، كان خلوا لك هالقد أحاديث، كان وضعوا لك أحاديث كثيرة أنه تعالوا، يقول علي بن أبي طالب ما سميت ابني إلا إكراما لعمر بن الخطاب مثلا. إيه أصلا يمكن يخلون ابن لأمير المؤمنين باسم، أو ابنه مثلا باسم صهاك مثلا، يمكن يخلون باسم حنتمة، يمكن خلوا لك. مو صعب عند أهل الخلاف الكذب والاختلاق، أكذب من مشى على الأرض رجال العامة حقيقة إلى يومنا هذا يا أخي، إلى يومنا واقعا فضيحة فضيحة. أنا متعجب شلون أبناء أهل الخلاف لا يثورون على هؤلاء الكذبة، كذبهم ظاهر ظاهر واضح مفضوح مفضوح. أنا تعرضت إلى أكاذيب كثيرة من قبلهم وتعرفونها، وما زالوا يكذبون علي ويطلعون إشاعات. شنو اليوم؟ نفس الشيء عندك أساس مرض وكذا. تفضل. إلى اليوم يعني يصدق، يكذب الكذبة ويصدقها. إلى اليوم أنا مريض، إلى اليوم سبحان الله، يعني ماكو أصلا ماكو ذرة صدق، ذرة صدق حقيقة. أكذب الناس. قبل فترة شفت أكو قناة بكرية معادية رايحين مخلين إعلان مثل فاصل هكذا، رأيته في الإنترنت، أنه شنو كاتب، يطلع المذيع طبعا يتكلم واحد مصري، يقول أنه هل تعلم بأن قناة صفا تسببت في تسنن 2,000,000 من أهل الأهواز؟ 2,000,000 تصدق؟ أهل الأهواز 2,000,000 ترى تسننوا. ها؟ 2,000,000. والله دا أطالع هذا أقول الله أكبر، شنو هذا الكذب؟ ما تستحون؟ 2,000,000؟ 2,000,000 من أهل الأهواز؟ لحد إيش بقى بعد؟ وليش ما تسوون ثورة تأخذون كل الأهواز بعد؟ شو منتظرين؟ إذا 2,000,000 عندكم، والله لو أنا عندي 2,000,000 فيما يسمى السعودية ثاني يوم أنا أحكم السعودية لو عندي 2,000,000. شنو هذا الكذب؟ شنو هذا الحكي؟ 2,000,000، أنا أتحدى من هالمليونين يجيبون إلنا يطلعون بالصوت وبالصورة من هالمليونين 200 نفر خلي يطلعون بالقناة، مو 200، 20 خلي يطلعون، 20
حتى مو 20 2 خلي يطلعون ما يحصنوا حتى 2 من الأهواز ما يحصنوا. أكو واحد من أهل الأهواز حتى لو قايل من مكان آخر يمكن واحد يصدق، أما من أهل الأهواز الأهوازي تيجي تقول له اترك أبو الفضل عباس اتبع عمر، وين يدخل أي عقل هذا؟ الأهوازي تقول له ذولا أبناء علي بن مهزيار الأهوازي عظماء الرافضة عظماء الشيعة، تقول له تعال اترك فاطمة الزهراء اتبع عائشة اتبع حفصة. عندكم مليونين بالأهواز كاذبين على العالم، خلي يطلعون من هؤلاء بالصوت وبالصورة، خلي يطلعون 20 نفر نفرين أصلا، مو روح يجيب لي هذول معارضة ما أدري شنو أهوازية هذول، هذول كلهم تعرفون ذولا خونة وبياعين ضمير سياسيين، هم على قضايا سياسية، أتكلم عن الجانب العقائدي. شنو مليونين؟ مليونين من جايبهم؟ تكذبون على العالم. أصلا إذا يصير صدق أنه مليونين ينتقلون إلى مذهبكم تصير مسألة ظاهرة، يعني واضحة، تصير ظاهرة واضحة، عرفتوا شلون؟ يعني يبين، مو قضية بسيطة مليونين، هذا مو رقم عادي هذا. إنزين مليونين، الله أكبر، مليونين من وين بعد؟ من الأهواز. خاف ناسين تسعة هنا عشرة هناك، يمكن مليونين وعشرة مليون وتسعة، خاف هالشكل ناسين بعضهم منا ضحكين على العالم. ما تستحون، مخازي، منين رصدتوا هالمليونين؟ سويتوا وين؟ أي لجنة أممية راحت رصدت هالمليونين؟ سوت استبيان أو سوت شنو؟ إحصاء، سوت إحصاء للمليونين، طلعتوا مليونين، وين أكو هالمليونين؟ كذبون العالم. مليونين من أهل الأهواز، إذا عندكم صدق مليونين يلا روحوا الأهواز أصلاً، شيلوا قناتكم وشيلوا إذولا مشايخكم مساطيلكم، خلي روحوا الأهواز هناك بين المليونين يحمونهم بعد، خلوا روحوا سووا ثورة هناك، ثورة على الدولة المجوسية، طلعوا من ثورة الدولة المجوسية يحمونكم مليونين. روحوا جربوا، روحوا الأهواز شوفوا، تقولوا لهم يلا وين المليونين؟ خلي يطلعون لكم، يدافعون عنكم. أصلا خلي يجربون واحد، يروحون لواحد أهواز يقولوا له تعال يلا أنت ويانا وكذا، تعال اتبع عمر وأبو بكر وعائشة ومن أشبه، شوفوا شي جاوب عليكم، شوفوا شي جاوب عليكم، ما يجاوب عليكم إلا بقندرة، يقولك أترك أهل البيت عليهم السلام الأطهار أجي أتبعكم. أنتوا منو؟ هذولا ما يعرفون أهل الأهواز شنو، هذولا ناس عرب أصيلين عندهم ولاء وبيعة لأهل البيت ما يتخلون عنها ولو بالدم. هذول اللي يعرفون منو أهل الأهواز ما يحجون هذا الحكي. أنا الذي أنقذني، أنا شوفوا سبحان الله، أنا الذي حماني في السجن من مؤامرة اغتيالي في السجن كان الأخوة الأهوازيين، هذا واحد. الذي خرجني من الكويت اخترق بي الحدود الأهوازيين، الذين استقبلوني على حدود العراق وإيران من نقطة شنو هذه النقطة اللي خانقين، من تلك النقطة جاءوا إلى الحدود أخذوني وصلوني إلى قم المقدسة بسلام وأمان الأهوازيين، والذين رتبوا لي وساعدوني لمجيئي سالما إلى لندن هم الأهوازيين. ما يعرفون هذول مع من تتكلمون؟ وما حموني ولا ساعدوني ولا عاضدوني إلا لهذه الرسالة، رسالة العداء لأعداء أهل البيت عليهم السلام. عندهم ثار مع أعداء أهل البيت، يقول احنا ما ندخل لله وفي الله، فعلوا ذلك. شنو يتكلمون هؤلاء انه عندنا مليونين واهوازيين؟ شوف ببساطه، الاهوازيين في الشوارع يلعنون ابا بكر وعمر، في الشوارع في الساحات العامه يلعنون ابا بكر وعمر وعائشه في لطمياتهم في اهازيجهم، هذا جزء من الثقافه الاهوازيه، شعب أصيل مبايع لأهل البيت ما يتخلى عن أهل البيت. تكذبون على من؟ ما تستحون أصلا بمثل هاي الأكاذيب؟ أنا باكر أدعي أقول عندي مليونين
تشيعوا في نجد مثلا، شنو يصير؟ يضحكون علي الناس. عندي ناس تشيعوا في نجد، نعم، ولكن ما بلغ العدد 2,000,000. ليش؟ لأنه إذا بلغ 2,000,000 ما أحتاج أدعي، يعني أكو واقع يبين، هذه تصير ظاهرة على الأرض تبين. عرفتوا شلون؟ مو قضية بسيطة هذه. اللي سقطوا حسني مبارك أقل من 2,000,000، اللي اجتمعوا ذولا بميدان التحرير من أصل إيش قد 85 مليون. يعني ظاهرة تصير، مو بهالبساطة تصير القضية. ما أدري هذا موجود اللي بعث لي محمد جواد إذا يسمعنا، خليه الآن. هذا اللي بعث لي، بعث لي مقطع أنه الإخوة الأهوازين في الشوارع يلعنون أبا بكر وعمر وكذا. خلي هو مخليها حتى إحنا هم شوية نشرب ماء. وعندك الموج، هذا الموج استفصي عليك، هذا ولاكم، خلي سمعون براكم، خلي سمعون براكم. العن عمر هون علي، العن عمر هون علي، العن عمر هون علي، دمر عمر هون علي، دمر عمر هون علي، حطم عمر هون علي، نجس عمر هون علي، نجس عمر هون علي، صنم عمر هون علي، عباب وكرهون علي، عباب وكرهون علي، واللي يحبهم علي، واللي يحبهم علي، طاع الامرهم علي، طاع الامرهم عثمان اللعنة، عثمان اللعنة، عائشة اللعنة، عائشة اللعنة، عفصة اللعنة، عفصة اللعنة، كل من يحبهم، كل من يحبهم، وطاع الأمرهم، وطاع الأمرهم، العن عمرهم، العن عمرهم، العن عمرهم، دمر عمرهم، حطم عمرهم، صنم عمرهم، صنم عمرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. على أي حال، نعود إلى موضوعنا. الله يبارك أهل الأهواز حقيقة واقعا، رجال رجال، بارك الله بهم، بيض الله وجوههم. طيب، الروح على الابن الثالث الذي هو من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام واسمه عثمان. طبعا للعلم ملاحظة، خلي أبين هاي الملاحظة أيضا قبل أن تفوتني. أمير المؤمنين لم يسمي، أولا عرفنا ما سمى أبا بكر، هو أكو سمى عمر أو عمر، وعنده سمى شنو؟ عثمان. هؤلاء الثلاثة لم يسمهم على هذا الترتيب، عرفتوا شلون؟ لأنه عثمان أكبرهم للعلم، يعني أول واحد يمكن سماه عثمان، الثاني سماه مثلا عمر، الثالث سماه محمد الأصغر أو عبد الله أو عبيد الله. يعني لاحظوا القضية. فإذا هذا أيضا بحد ذاته فيه دلالة على أنه ما يقصد أولئك، لأنه لو كان يقصد عادة يبدأ يعني بالأكبر، يسميه على اسم الأكبر من أولئك، الأفضل من أولئك، اللي هو مفروض أبو بكر مثلا، وبعدين عمر، بعدين عثمان. فهو اختلال هذا الترتيب بحد ذاته دليل على أنه أمير المؤمنين ما قصد التسمية بهذه الأسماء، قصد بها أولئك المنافقين الثلاثة الكبار. وقد علمنا بأنه عمر ليس هنالك دليل، عمر بن علي ليس هنالك دليل على أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إنما سماه باسم عمر بن الخطاب، لأنه هنالك العشرات اسمهم عمر في ذلك الزمان، وهذا اسم رائج عند العرب، واسم للعلم معناه جيد، هو عمر، يتيمنون بهذا الاسم بأنه طول عمر يصير عنده، صار واضح. حتى اسم عائشة، عائشة أيضا يستبشرون بهذا الاسم أنها تعيش، يعني تعمر، عرفتوا شلون؟ فهو بالأصل اسم ممدوح، اسم جيد، مو من الأسماء المكروهة بالأصل، مو مثلا اسم حرب، مثلا اسم حرب اسم مكروه، النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه، عرفتوا شلون؟ لأن له دلالة سلبية، حرب لا. أو مثلا بعض الكنى، مثلا النبي صلى الله عليه وآله نهى عنها، مثل مثلا كنية أبو مرة لأنها كنية إبليس لعنه الله مثلا. أما اسم عمر بالأصل الشريعة ما نهت عنه،
اسم عائشة بالأصل الشريعة ما نهت عنه، لأن أسماء جيدة، يعني أسماء متداولة جيدة. نعم، بعد ذلك مع تقادم الزمان صارت هذه الأسماء ترمز إلى أشخاص بالدرجة الأولى، أشخاص معينين، يعني صار لها نحو من أنحاء العلمية، صارت علم، شايف شلون؟ ترمز إلى علم ما. فمن هذا الباب لأنها أصبحت ترمز فالشريعة لا تحبذ التسمية بهذه الأسماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما لو افترضنا يوم من الأيام كل المسلمين يتشيعون إن شاء الله تعالى، كل المسلمين، فهذه الأسماء تعود إلى حالتها الأولى على وضعها الطبيعي، أنه واحد إذا شيعي يسمي بنت عائشة ويسمي ابن عمر ماكو مشكلة، لأنه ما حد راح يلتفت أو أحد راح يفهم من وراء هذه التسمية أن المقصود بها عمر بن الخطاب عينا. يعود الحال إلى ما كان عليه في أول الإسلام، أول الإسلام حيث هذا الاسم منتشر، اسم يعني متداول في أوساط الناس، فما كان الواحد إذا يسمى عمر يعني يقصد يقولوا له إذن أنت والدك سماك على اسم عمر بن الخطاب فقط، يعني عينا هذا الشخص، لا، اسم رائج، يعني اسم متداول طبيعي، مثل اسم صدام، أحسنتم، يعني اسم صدام هو اسم رائج في وسط العراقيين طبيعي. الآن صار إذا واحد يولد له مولود يسميه صدام الناس تقول ماذا سماه باسم صدام هذا الهالك لعنه الله، عرفت شلون؟ أو عدي أو قصي، أحسنتم، مثلا. لكن مع مرور الزمن هسه بعد 500 سنة مثلا الناس خو تنسى صدام وتنتهي قضية صدام، فإذا واحد يسمي صدام ما حد بعد يعني يعتبره فتشي يعني مخالف لما ينبغي أن يكون. عثمان بن علي هذا أيضا من شهداء الطف عليهم السلام جميعا. هذا الرجل أيضا اسم عثمان رائج، وليس هنالك دليل عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إنما أقصد بتسميته عثمان بن عفان لعنه الله، ماكو هكذا دليل، لا عندنا ولا عند المخالفين، بل الدليل على خلافه تماما قاصمة لظهر البكريين. هذا الدليل أن ما بيدنا أدلة عن الخاصة وعن العامة عن المخالفين تذكر هذه الأدلة، أن أمير المؤمنين صراحة يقول سميت ولدي هذا باسم أخي عثمان بن مضعون رضوان الله تعالى عليه. هذا من الأصحاب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، المؤمنين معروف عثمان بن مضعون، توفي في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وممدوح هذا الرجل، جليل، من أهل الجنة، ليس منافقا. فكأن أمير المؤمنين عليه السلام يريد دفع أي توهم إلى أن عثمان، تسمية ابنه بعثمان، إنما يقصد بها عثمان بن عفان، حتى يدفع هذا التوهم يأكد أمير المؤمنين، يقول ترى هذا أنا سميته باسم عثمان بن مضعون. من طرف العام ارجعوا إلى الكتاب الشهير المعروف المعتمد مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني أو الأصبهاني، الصفحة 55، يقول وعثمان بن علي الذي روى عن علي أنه الذي روي عن علي أنه قال سميته باسم أخي عثمان بن مضعون. للعلم أبو الفرج الأصفهاني أموي النسب، للعلم نسبه ينتهي إلى بني أمية، للعلم، وهو من رجال العامة، ولكنهم يذكرون لتأليفه مقاتل الطالبيين أنه كان متشيعا، فتشي هالشكل، مو شيعي هو،
بس لأنه ألف مقاتل الطالبيين وأثبت فيه مظلوميات الطالبيين، يعني سلالة أبي طالب عليه السلام، ماذا جرى على العلويين يعني، فهكذا يعني رموه بمثل هذا الاتهام أو هذا الكلام. في زيارة الناحية المقدسة عندنا التي يرويها المشهدي عليه الرحمة في المزار في الصفحة 489، هذه الزيارة المروية عن إمامنا وسيدنا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام أو عن أبيه العسكري صلوات الله عليه، عن الناحية المقدسة عموما. وهذه الزيارة يعدد فيها أسماء شهداء الطف كما نعلم، ويسلم عليهم واحدا تلو واحد من أولئك الذين سلم عليهم، شوف النص، نص الزيارة هكذا: السلام على عثمان بن أمير المؤمنين سمي عثمان بن مضعون. فكأن الإمام صاحب الأمر عليه السلام أيضا لدفع أي توهم أنه المراد باسم عثمان هو عثمان بن عفان، يأكد في زيارة الناحية المقدسة أن المراد عثمان بن مضعون، لا يكون تتوهم أنه هذا على اسم عثمان بن عفان. وأقوى من هذا هم موجود، أقوى من هذا في بحار الأنوار للعلامة المجلسي عليه الرحمة والرضوان في المجلد 31 الصفحة 307، ينقل عن تاريخ الثقفي بن هلال الثقفي عن هبيرة بن مريم قال، لاحظوا: كنا جلوسا عند علي عليه السلام فدعا ابنه عثمان. يقول كنا جالسين عند أمير المؤمنين عليه السلام وأمير المؤمنين صاح: عثمان تعال، ابنه، ابني عثمان تعال. فقال له: يا عثمان. ثم قال، حتى ذول الجالسين لا يتصورون أنه المراد عثمان بن عفان بتسميته له، ثم قال: إني لم أسمه باسم عثمان الشيخ الكافر، وإنما سميته باسم عثمان بن مضعون. حديث قاصم لظهور أتباع الشيخ الكافر عثمان بن عفان، حديث يكفر به أمير المؤمنين عليه السلام، صراحة يكفر ابن عفان فيه، كافر، الشيخ الكافر. إني لم أسمه باسم عثمان الشيخ الكافر، وإنما سميته باسم عثمان بن مضعون. زين، إذن هؤلاء الثلاثة أبو بكر بن علي، عمر بن علي أو عمر، عثمان بن علي، لا يمكن الادعاء مطلقا بأنهم سموا بهذه الأسماء قصدا للتيمن بأبي بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. لماذا؟ أولا لأننا علمنا بأن أبا بكر ليس اسما وإنما كنية، اسمه إما محمد أو عبد الله أو عبيد الله، وهذه من الأسماء الممدوحة. عمر ليس عندنا دليل يقول أن أمير المؤمنين إنما سماه باسم عمر بن الخطاب، وهنالك العشرات اسمهم عمر وكان اسما رائجا، منهم عمر بن أبي سلمة صاحب المواقف المحمودة المشهودة، فلعل أمير المؤمنين إنما كان يقصد تسمية باسم هذا. وأما الثالث فهو عثمان، وأمير المؤمنين صراحة يقول سميته باسم عثمان بن مضعون وليس عثمان بن عفان. فعلى أي دليل تستندون في أن أنه عليه السلام إنما قصد التسمية بأسماء هؤلاء المنافقين الثلاثة الأول؟ ليس عندكم دليل على الإطلاق. زين، بالنسبة إلى باقي الأئمة نضرب نموذجين أيضا على أنه أحيانا يقع تصحيف وتحريف غالب الظن أنه متعمد، وأحيانا يقع سوء فهم
في قضية التسمية. أما الأمر الأول، ذكروا مثلا أن للإمام السبط الأكبر الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام ابنا اسمه عمر، ذكروا ذلك، ومع غض الطرف عما قلناه من أنه لا دلالة في ذلك على أنه إنما قصد عمر بن الخطاب، إلا أن تأتيني بحديث منه عليه السلام من الإمام الحسن يقول سميته باسم عمر بن الخطاب. ما عندك لازم تسد حلقك، ما لك حق تتكلم، هذا يصير تقول على الإمام عليه الصلاة والسلام، فما لك حق. مع غض النظر عن هذا، فإنا نجد أن هذا الاسم بعد التحقيق هو اسم مصحف. الاسم الحقيقي اسم عمرو، أثبت ذلك جمهرة المحدثين الأثبات عند الخاصة وعند العام، وعلى رأس هؤلاء عند العام البخاري نفسه. البخاري في صحيحه يروي هذا الحديث برقم 1844، يقول حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت، هنا دقق، محمد بن عمرو بن الحسن بن علي. شوف شوف المحدث من هو، اسمه محمد، ابن من؟ ابن عمرو ابن الحسن بن علي، مو محمد بن عمر ابن الحسن بن علي. إذن هذا اللي ابن الإمام الحسن تقولون اسمه عمر، مو اسمه عمر، اسمه عمرو. البخاري يقول هكذا أثبت، حدثنا أو سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. حديث معروف مشهور أنه ما يجوز الصوم في السفر. البخاري يخرج هذا الحديث، مسلم يخرج هذا الحديث، أحمد في مسنده يخرج هذا الحديث، الدارمي في سننه يخرج هذا الحديث، ابن خزيمة يخرج هذا الحديث، كلهم وكلهم أثبتوا اسمه ماذا؟ عمرا لا عمر. قالوا عمرو بن الحسن بن علي وليس، يعني بإضافة واو. هم أساسا ليش ضافوا واو ترى العلم؟ للتمييز بين الاسمين، لأنه سابقا آنذاك ما كان أكو حركات التشكيل، فحتى يميزون بين الأسماء بين الكلمات يضيفون حروف، كانوا يميزون بين اسم عمر وبين اسم عمرو فيخلون واو. بعض الناس يشتبون يقولون عمرو، مو عمرو، هو عمرو، الواو لا تلفظ. كذلك حتى يميزون مثلا بين كلمة مئة وكلمة مثلا فئة، نفس الرسم يصير، ماكو تنقيط ماكو تشكيل، فنفس الرسم، فحتى يميزون خلوا ألف. فالناس هم يشتبهون يقولونها يلفظونها هكذا، يقولون ماء، يقولون ماءة رجل، بعض الناس يتصورون يعني هذه هي اللغة الصحيحة. لا، هذا أيضا لحن، هي مئة، الألف لا تلفظ، صار واضح؟ وهكذا. فهذا اسمه عمرو. ممن يؤكد ذلك أيضا ابن حبان في كتابه الثقات في المجلد الثاني الصفحة 310، يقول في شأن يوم عاشوراء وما جرى في معركة الطف المجيدة، يقول واستصغر في ذلك اليوم أيضا عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فلم يقتل لصغره. شوف أثبت اسمه ماذا؟ قال عمرو، ما قال عمر. يقول وكانت أم عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب أم ولد، يعني أمه. فإذا بعض من الادعاءات التي يدعونها إنما يعتمدون بها على المصحف لا على الاسم المثبت الحقيقي.
هذا فضلا عما لو قلنا حتى لو افترضنا أن الإمام الحسن عليه السلام سمى ابنه عمر، فهذا لا ينفي العداوة بين الإمام الحسن وبين عمر بن الخطاب، لأن اسم عمر ليس حكرا على عمر بن الخطاب، مو محتكر عمر، ما أخذ به براءة اختراع يعني مثلا مسجلة شو اسمه هذا مال حقوق الطبع وكذا بالأمم المتحدة، ما مسجل أخو عمر بكيفه. وقبل عمر أكو عشرات عمر، بعد عمر هم أكو عشرات، كلهم اسمهم عمر. شنو يعني؟ شنو محتكر هو هذا الاسم؟ مو محتكر هذا الاسم. نعم رسول الله صلى الله عليه وآله براءة اختراع، إيه اسمه محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبله ما تجد مثل هذا الاسم، مو شائع، ما موجود. حتى اسم علي، اسم الحسن، اسم الحسين صلوات الله عليه، إيه. ولذلك من بعدهم تجد هذه التسمية موجودة، قبلهم في زمان الجاهلية ما تجد حسن، حسين، علي، محمد، هالشكل ما تجد، عرفت شلون؟ أما عمر تجد كثير، كنية أبي بكر تجد كثير، عمرو تجد كثير مثلا، عرفت شلون؟ أسماء رائجة، أسماء رائجة موجودة. فنقول حتى لو افترضنا الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام سمى ابنه باسم عمر، هذا لا ينفي العداوة بينه وبين عمر بن الخطاب. ليش؟ لأنه الآن مثلا في هذا الموقف ثبت لدينا أن اسم ابنه عمرا، صحيح؟ عمر. أي أبله يقول الآن بناء على هذا، البخاري أثبت اسمه شنو؟ عمر، مسلم أثبت عمر، كلهم أثبتوا عمر الأثبات، زين؟ أي أبله يأتي يستدل بهذا فيقول إذن لا عداوة بين الحسن بن علي وبين عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، لأن اسمه عمرو، فإذا كان يحبه ولا ما يسمي ابنه باسمه، ماكو عداوة. ولا عداوة بينه وبين عمرو بن عبد ود العامري، ماكو عداوة. عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الخندق الأحزاب، لم يكن الحسن عليه السلام يعاديه؟ لا شك أن يعاديه، هذا عدو أبيه، عدو جده، أبو جهل، أبو جهل، عمرو بن هشام اسمه عمرو، ما كان يعاديه الإمام الحسن قطعا، يعني المخالف أيضا لا يناقشنا في ذلك، ما يختلف ويانا، وإلا يخرج الحسن من الإيمان أصلا. إذا الحسن لا يبغض أبا جهل في الله ولا يبغض عمرو بن عبد ود العامري في الله، فإذا هذا مو الإمام الحسن الذي هو الصبط سيد شباب أهل الجنة، وشيء واضح إذا يحب هؤلاء، فالمخالف ما ينكر هذه الحقيقة. عمرو بن العاص أيضا اسمه عمرو، وهو عدو علي وعدو الإمام الحسن. شنو يعني إحنا نجي نستغفل عقولنا وعقول العالم نقول لأنه هنالك واحد من أبناء الإمام الحسن اسمه عمرو، إذن ما كان هؤلاء أعداء لرسول الله ولأهل البيت؟ وإلا لا يعقل أنه يسمي الإمام الحسن باسم شخص مثل هذا؟ أي بلاهة هذه؟ الآن إذا نتوجه للمخالف بهذا السؤال نقول له خلص أنت لازم ما تبغض أبا جهل، لا تبغض عمرو بن عبد ود العامري. يقول لك ليش؟ تقول له لأنه أنتم تروون في صحيح البخاري وغيره أن الإمام الحسن اللي هو سيد شباب أهل الجنة، زين، كان له ابن سماه عمرو، فهذه دلالة على المحبة بين الصحب والآل، بين أبي جهل وبين الآل، بين عمرو بن عبد ود العامري زعيم المشركين في معركة الخندق وبين الآل، فلازم يعني تقولون عن أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول لا أنا ما أقبل هذا الكلام. شنو راح يكون جوابه؟ يقول هذه أسماء رائجة عند العرب، ما محتكر اسم عمرو أبو جهل، ولا محتكر اسم عمرو بن عبد ود العامري، ولا حتى عمرو بن العاص، هذه أسماء رائجة موجودة. فنفس الجواب استنسخه
لما يجيك يقول لك أنت ليش تبغض عمر؟ إمامك أمير المؤمنين سمى ابن عمر، قل له على فرض سمى عمر، وشنو محتكره هو؟ كما أنك لا تستطيع أن تنفي العداوة بين أهل البيت وبين عمرو بن هشام أبو جهل وعمرو بن عبد ود العامري وعمرو بن العاص لعنة الله عليهم جميعا بدعوى أن الحسن كان له ابن اسمه عمرو، فكذلك لا تستطيع أن تنفي العداوة بين أهل البيت عليهم السلام وبين عمر بن الخطاب بدعوى أن لأهل البيت ابنا اسمه عمر. هذا اسم رائج، هذا اسم رائج. نعم، إنما يسوغ لك ذلك لو حصلت على دليل ثابت يقول فيه أهل البيت أنه اسم عمر هذا قصد به التسمية بعمر، قصد بذلك عمر بن الخطاب، والدليل مفقود، لا يوجد هكذا دليل، معدوم معدوم. زين، خلصنا إذن أبو بكر، عمر، عثمان، عمر، مو هالشكل. تبقى عندنا عائشة، تبقى عندنا عائشة. يقولون للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام بنت اسمها عائشة، فيقولون إذن الإمام الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله عليهما كان يحب عائشة، وإلا لما سمى ابنته باسم عائشة. الجواب، أولا لم يصح ذلك، هذا أول شيء، منقول في بعض الآثار هنا أو هناك، ولكن كأنه صح لا. وأنتم تعلمون في قضايا الأنساب كثير اشتباهات تقع، والأسماء، الأسماء، التواريخ، عادة كثير اشتباهات، خاصة لمن خمل ذكرهم. فبعض ذراري وبعض أبناء أهل البيت عليهم السلام خاملوا الذكر، يعني ما يعرف عنهم الكثير، ولذلك يقع اشتباهات في أسمائهم، في تواريخهم، في كثير من الأمور. هذا من هذا القبيل، قول مقطوع ورد في بعض المصادر أن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام بنت اسمها عائشة، بس هذا لم يصح. أنت شلون تتشبث هكذا بقشة؟ لازم تجيب شيء اللي يثبت، شيء فيه مثلا استفاضة، ما في استفاضة. ها هنا من طالبك بسند صحيح؟ احنا ما نقول تعال جيب لنا سند صحيح، احنا نعرف في الأنساب وفي هذه التواريخ من هذا القبيل يصعب العثور على شيء ذي سند صحيح، ولكن أكو حالة تدفعك إلى أن تطمئن إلى هذا المنقول، من بين هذه الأمور الاستفاضة مثلا، عرفتوا شلون؟ قراءة معينة تجعلك تطمئن. ما عندنا في هذه الدعوة استفاضة أو قراءة تجبر هذا المنقول فتجعله ثابتا معتبرا. فإذا لم يصح هذا القول، هذا أولا. ثانيا، على فرض أيضا أنه اسم سمى باسم عائشة، فاسم عائشة كذلك يجري عليه ما جرى على الأسماء الأخرى، هذا اسم رائج كثيرات كان اسمهن عائشة وطبيعي، وما كانت يعني الواحدة إذا سميت بعائشة يفهم من ذلك أن المقصود من تسميتها شخص عائشة بنت أبي بكر، مو بالضرورة. كذلك أنت إذا رجعت إلى المعاجم أو إلى التراجم، إلى مثلا موسوعة الإصابة في معرفة الصحابة أو في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، تجد أيضا هنالك أكثر من امرأة عاصرن رسول الله صلى الله عليه وآله وبايعنه، كنا من المبايعات، كنا من الصالحات، واسمهن عائشة، أسماؤهن عائشة، مو فقط عائشة بنت أبي بكر. من أولئك مثلا، ارجع إلى الإصابة في تمييز الصحابة المجلد الثامن الصفحة 21، من أولئك عائشة بنت جرير بن عمرو بن رازح الأنصارية، هذه كانت من مبايعات رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، أيضا
عائشة بنت عمير بن الحارث الأنصارية، كانت أيضا من المبايعات. عائشة بنت قدامة بن مضعون، أخت عثمان بن مضعون عليه الرحمة والرضوان، أخت رجل صالح، أيضا كانت من المبايعات للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولعلها صالحة كأخيها. فكما ترون هذه نسوة كلهن اسمهن عائشة، على فرض الإمام الكاظم عليه السلام سمى ابنته باسم عائشة، ليش ما يكون يقصد واحدة من أولئك؟ أو أساسا ما قصد واحدة من أولئك، يعني يقصد مجرد الاسم، اسم رائج موجود. هل عندك دليل أن الإمام الكاظم عليه السلام يقول سميت ابنتي باسم عائشة بنت أبي بكر، سميت ابنتي باسم عائشة الحميراء؟ كلا، بل العكس، تجد أن الإمام الكاظم عليه السلام في الروايات المعتبرة نهى عن التسمية باسم الحميراء، وهذا الخبر مروي في أصح مصادرنا الكافي الشريف. الكافي الشريف الشيخ الكليني يروي عن يعقوب السراج قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق، وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى وهو في المهد. الإمام أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام في المهد، في المهد طفل، الإمام صادق واقف على رأسه، فجعل يساره طويلا، جعل يساره يعني يناغيه، يتكلم معه سرا مو جهرا. يقول فجلست حتى فرغ، كان يتكلم مع ابنه ويساره يتناجى معه، وحتى فرغ أنا تركت إلى أن فرغ الإمام. فقمت إليه فقال لي أدن من مولاك، هذا طفل بس هذا مولاك، هذا إمامك هذا وهو في المهد، قال له أدن من مولاك، يعني دني تعال، فسلم، سلم عليه. يقول فدنوت فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان فصيح، وهو في المهد رضيع، رد عليه بلسان فصيح، معجزة كما هو حال عيسى المسيح عليه السلام. شلون يتكلم في المهد؟ الإمام أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام تكلم في المهد، سلم عليه رد عليه السلام، يعقوب السراج سلم عليه الإمام رد عليه السلام. يقول فرد علي السلام بلسان فصيح ثم قال لي، نعم لاحظ معجزة أخرى، ثم قال لي اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه الله. شلون مطلع على الغيب؟ معجزة بأمر الله، الله أطلعه على الغيب وهو رضيع في المهد. هذا هم يعقوب السراج بالفعل ولدت له ابنة بالأمس فسماها باسم الإمام الكاظم، قال له في محضر أبيه الصادق أنه اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه الله. يقول يعقوب السراج وكان ولدت لي ابنة سميتها بالحميراء. يقول فقال أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق كان واقف ده يسمع شنو يجري، فقال أبو عبد الله عليه السلام انتهي إلى أمره ترشد، يعني اسمع كلام إمامك هذا موسى بن جعفر ترشد، صار عندك رشد.
يقول فغيرت اسمها. إذن واحد من احتمالين، دققوا جيدا، إما أن يكون المنقول هذا المقطوع عن أنه للإمام الكاظم عليه السلام ابنة اسمها عائشة أمرا منحولا موضوعا، لأنه من جهة الإمام عليه السلام ينهى عن التسمية بعائشة. هذا إذا أخذنا على الاحتمال الأول، وهو أنه يكون المراد من قوله سميت وكان ولدت لابنة سميتها بالحميراء، يعني القصد سميتها عائشة، بس لظروف التقية لما تدون الروايات يحذف اسم عائشة يوضع اسم ماذا؟ الحميراء مثلا. إما هذا الاحتمال نقول، وإما نقول لا، بالفعل الرجل جاء وسماها حميراء، فإذا كان سماها حميراء لا شك أي واحد يسمع هذا الاسم في ذلك الزمان يتذكر من؟ عائشة بالذات، لأنها الحميراء. يعني هذا اسم مو رائج، هذا اسم علم خاص لمن؟ لعائشة، وصف أطلقه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيرا لها، حميراء المحياض تحقيرا لها، شايف شلون؟ فلأنه كان يرمز إلى اسم عائشة بالذات صار منهيا عنه، يبغضه الله عز وجل، شايف شلون؟ فالقضية هكذا، في كل الأحوال لا يسع المخالف أن يحتج بأن للكاظم ابنة اسمها عائشة، وهذا دليل على أن الإمام الكاظم يحب عائشة، ليست عدوة له، لا يعاديها في الله أبدا، هذا لا حجة فيه. أولا هذا الأمر لم يثبت، ثانيا الدليل قائم على خلافه، أن الإمام ينهى عن اسم الحميراء، ومعلوم أن اسم الحميراء إنما يشير أول ما يشير إلى عائشة حصرا، لأنها الوحيدة الملقبة بماذا؟ بالحميراء، ما عندنا امرأة أخرى في التاريخ لقبت بالحميراء، ما موجود، هذا اسم براءة اختراع لعائشة، فقط لعائشة، هذا ماكو غيرها ينافسها به. زين، إذن كل ما يستدل به أهل الخلاف في هذا الشأن باطل ولا يستقيم. لا بأس في ختام البحث أن ننتهي منه بشيء من النقاط السريعة. النقطة الأولى أنه أحياناً كان الأئمة عليهم الصلاة والسلام يأمرون شيعتهم بتسمية أبنائهم بأسماء أعدائهم حفظاً لأرواحهم، حفظاً لأرواح شيعتهم، أبناء شيعتهم، لأن السلطات الغاشمة في تلك الأزمنة كانت تتعقب الشيعة والرافضة للقتل، وإلى هذا الزمان هم إلى هذا الزمان، فالأسماء أول ما كان يدلهم على الرافضة، إذا واحد اسمه اسم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فكان يتعرض إلى خطر من الأخطار. فبعضهم، بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، أمروا من قبل الأئمة صلوات الله عليهم بأن يغيروا أسماء أبنائهم، كما نجد مثلا في هذا الحديث الذي ينقله شيخنا المجلسي العلامة المجلسي في بحاره في المجلد 49 الصفحة 52 عن الخرائج والجرائح للراوندي عليه الرحمة. يروي الراوندي عن أحمد بن عمرة قال أو عمرة قال: خرجت إلى الرضا وامرأتي حبلى حامل، فقلت له، يعني قلت للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، هذا من أهل الكوفة كان راح إلى الإمام الرضا زاره، يقول امرأتي كانت ماذا؟ حامل حبلى، فقلت له إني قد خلفت أهلي وهي حامل
فادعوا الله أن يجعله ذكرا. فقال لي هو ذكر فسمه عمر. عجيب. الإمام الرضا عليه السلام يقول هذا ذكر لا تخاف، ولكن سمه عمر. طيب ليش؟ يقول فقلت نويت أن أسميه عليا وأمرت الأهل به. قلت لهم إذا ولد وأنا غايب سموه ماذا؟ علي، على اسم أمير المؤمنين عليه السلام. قال عليه السلام يوم الرضا مرة أخرى أكد، يقول سمه عمر. عجيب. الإمام الرضا يأمرنا بتسمية عمر، دا أقول له دا أسمي باسم جدك أمير المؤمنين، تقول لي سميه باسم عمر؟ لازم أمتثل بعد، الشيعي يمتثل. يقول فوردت الكوفة وقد ولد لي وقد ولد ابن لي وسمي عليا، يعني سموه علي مثل ما أنا قلت لهم أمرتهم من ذي قبل، فسميته عمر. فقال لي جيراني بعد ما سميت عمر لا نصدق بعدها بشيء مما كان يحكى عنك. جيراننا واصب كانوا على وشك أن ينبئ السلطة عن هذا الرافضي فتقبض عليه السلطة، تأذي. فلأنه رجع وسمى ابنه، غير اسمه من علي إلى عمر، قالوا بعد ما نصدق عليك شيء من التهم التي تقال عنك إنه أنت رافضي، لا أنت منا وبينا. يقول فعلمت أنه كان أنظر إلي من نفسي، يعني الإمام الرضا عليه السلام كان ينظر لمصلحتي أكثر من نفسي، حماية له. هذا يصير، لازم واحد يراعي هذه الظروف. احنا عندنا من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام العشرات أسماءهم بأسماء ألد أعداء أهل البيت. عمر بن يزيد كثيري، عمر بن يزيد بياع السابري، عمر وابن من؟ ابن يزيد، هم عمر وهم يزيد. يعني إذا المخالف يناقشنا في أن عمر عدو لأهل البيت، بعد ما يناقشنا أنه يزيد عدو لأهل البيت المفروض، يعني إلا بعد يطير عقله، يعني بعد ما عنده عقل يقول لي عقله باي باي مثل ما يقولون. يزيد بعد واضح أنه عدو لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. شوف في سلسلة الرواة أصحاب الأئمة ناس اسمهم عمر، ناس اسمهم يزيد، ناس اسمهم عثمان، أسماء أعداء أهل البيت، ألد أعداء أهل البيت. والمخالفون يقولون حسب دعواهم، يعني شوف هسه من الصوبين إحنا نصطادهم شلون. من جهة هم يقولون التسمية، تسمية أهل البيت أبنائهم باسم مثلا عمر، باسم مثلا عثمان وأمثال هاي الأسماء، دليل على أنه ما كانت أكو عداوة بين أهل البيت وبين أبو بكر وعمر وعثمان المعروفين، ما كان بينهم عداوة بينهم بين عائشة المعروفة مثلا، من جهة هالشكل يقول. فإحنا نجيهم من الجهة الأخرى نقول في أصحاب الأئمة جماعة كانوا بهذه الأسماء، فإذا لم تكن هنالك عداوة بين أصحاب الأئمة وبين أولئك، تقبلون أم لا؟ خبل إذا يقول أقبل. ليش؟ لأن كلمة المخالف هي هذه، أن دين الرافضة تشكل من هؤلاء الأصحاب. هما ماذا يقولون؟ يقولون لا، أئمة أهل البيت منزهين، الأئمة الاثنى عشر شنو؟ منزهين، ما كانوا رافضة، ما كانوا أسسوا الرافض، كانوا فقهاء صلحاء عباد زهاد إلى آخره، أصحابهم هم الذين ماذا؟ كذبوا عليهم، خلقوا لكم دين السبئية الرافضة. مو هالشكل؟ يقولون هاي الروايات اللي أنتوا الآن ترونها في الكافي وغيره، أنه مثلا الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام مثلا يلعن الشيخين مثلا أبو بكر وعمر، يقولون لا حاشا الباقر، الباقر ما كان هكذا، الباقر من سادة التابعين، ما كان هكذا رضي الله عنه وأرضاه عليه السلام، حتى بعضهم يقولون. إذن هاي الروايات شنو الموجودة في الكافي؟ يقولون هذه من أصحاب الباقر، أصحاب الباقر كذبوا عليه، أسسوا الرفض،
أصحاب الصادق كذبوا عليه أسسوا الرفض، أصحاب الكاظم كذبوا عليه أسسوا الرفض. إنزين إذا تقول أصحاب الأئمة هم الذين أسسوا الرفض، أنت على قاعدتك إذا اسم الواحد على اسم الطغاة عندكم أو أبناء على اسم الطغاة، إذن العلاقات ماذا؟ طيبة. زين هؤلاء أسماءهم هذه كثير منهم ومن الثقات من الثقات عندنا أبو بكر الحضرمي، شوف كنيته أبو بكر، عمر بن أذينة، عمر بن أبي شعبة الحلبي، عمر بن أبي زياد، شوف كم عمر عندنا، عمر بن أبان الكلبي، أحسنتم، عمر بن يزيد بياع السابري، عثمان بن سعيد العمري، عثمان أحد السفراء الأربعة عليهم السلام، سفير الإمام صاحب الأمر اسمه عثمان، عثمان بن سعيد العمري. زين حتى بعضهم أصلا يلفظها هالشكل، يقول عثمان بن سعيد العمري، بعضهم يقولون هالشكل إلى هالدرجة، على أساس نسبة لا إلى عمر وإنما إلى عمر. زين شنو شي يسوي المخالف هالشكل؟ يقع بين حيس بيص، ما يعرف شي يسوي، صار تناقض الآن، أين له الفرار؟ من جهة يقول الأصحاب هم الذين كذبوا، فتجيت كفخة تقول له ماذا؟ أنه هؤلاء الأصحاب أسماءهم هذه الأسماء، فإذا علاقاتهم كانت طيبة، خلص ما يقدر، لأنه هو يثبت الجريمة على هؤلاء، يوجه اتهام لهؤلاء، يقول هذول الذين زرعوا في قلوبكم بغض الشيخين، بغض عائشة، يصير تناقض عنده. من جهة يقول بأن هذه الأسماء تدل على ماذا؟ على المحبة وعلى المودة. زين فإذا لازم يجل الآن كل رواتنا الذين كانوا بهذه الأسماء، وهؤلاء هم الذين رووا عن الأئمة الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، هذول نفسهم. فمن هالجهة تصطاده، من هالجهة تصطاده، ما يعرف شي يقول. ليش؟ لأن القاعدة التي يستند إليها قاعدة غلط، قاعدة غلط. ما حتى كبارهم القدماء يستحون إذا يطرحون مثل هذه القاعدة. شنو يعني لمجرد تشابه الأسماء صار خلص ننفي تاريخ بأكمله وننفي العداوات كلها؟ شنو هذا الحكي؟ هذا كلام السفهاء، كلام هراء هذا. ثم القاعدة هذه منقوضة أيضا بالعكس، يجيك المخالف يقول لوجود هذه الأسماء في نسب في أبناء أهل البيت فإذا كانوا يحبون. زين أنت تجيها من جهة أخرى تقول له من الطرف الآخر في سلالة أبي بكر، في سلالة عمر، في سلالة عثمان ماكو أسماء أهل البيت، فالعكس بالعكس، ليش ما سموا أسماء أهل البيت إذا ما كانوا يحبون أهل البيت؟ وبالفعل هذا ليش؟ لأنه كما قلنا اسم علي، اسم حسن، اسم حسين، فاطمة، هذه أسماء ترمز، كانت واضحة لأنها أسماء كانت حكرا على أهل البيت أول ما بدأت هذه الأسماء، صار واضح؟ فليش ما نجد مثلا عمر سمى ابن علي؟ ليش أبو بكر ما سمى ابن علي؟ ليش عثمان ما سمى ابن علي أو حسن أو حسين تيمنا بالأئمة؟ أصلا سلالتهم الخطهم عموما ما تجد هاي الأسماء، مو رائجة في أوساطهم، في أوساطهم لا تجد هذه الأسماء رائجة. فإذا أنت جئتني بهذه القاعدة أنقضها بعكسها، أقول لك أنه ماذا؟ ما طول تقول الأسماء تدل، فأقول عدم الأسماء ماذا؟ أيضا يدل، عدم التسمية هم يدل. ليش صحابتكم ما سموا بهذه الأسماء؟ أسماء أهل البيت ليش ما نجدها في تلك البيوت، في تلك الأعراق، في تلك الأنساب؟ ليش؟ أصلا أكثر من هذا، إحنا مو فقط نجدهم أنهم ما كانوا يسمون بأسماء أهل البيت، إحنا كنا نشوف ينهون عن أسماء مو بعد أهل البيت. الرسول صلى الله عليه وآله، عمر ذات مرة طلع لنا بطلعة مثل طلعة كمال مصطفى أتاتورك،
أتاتورك لعنه الله، هذا الذي يعني أسس لا أقول العلمانية في تركيا وإنما الإلحاد حقيقة في تركيا، وملأها بالفسق والفجور. وللعلم مات أعزب، كان طوال حياته بس يزني، وعنده كان عنده صديقة وبعدين قلب عليها وأخذ صديقة، تاريخ يعني سيء جدا، تاريخ سيء، إيه خمر وكذا. هو كان جنرال بالجيش العثماني سابقا، بعدين انقلب في فترة الرجل المريض، الخلافة العثمانية هذه، الحكومة العثمانية، وأسس تركيا. يقدسون لحد الآن شيخنا؟ إيه يقدسوه طبعا. والجعفري هم لما كان رئيس وزراء راح إلى قبره الشريف وقرأ له الفاتحة أمام التلفاز، وضع إكليلا من الورد. السياسة لا دين لها، وحزب الدعوة لا دين له. المهم هذا واحد وغد، هذا كمال مصطفى كمال أتاتورك، جدا وغد هذا. حارب الإسلام، منع تدريس القرآن، بدل اللغة العربية. وتدري اللغة التركية كانت تكتب بالأحرف العربية سابقا، بدلها خلاها بالأحرف اللاتينية، هاي الأحرف الإنجليزية. مسخ سوى، حاول يسوي مسخ، منع الحجاب، مسخ للشعب التركي عن أصوله الإسلامية، اللي الآن هذا الشعب التركي ديعود إلى أصول الإسلامية شيئا فشيئا. هذا واحدة من قراراته، تدرون شنو كانت في عهده هذا المقبور؟ إحدى قراراته منع التسمية بمحمد، قال ممنوع، لعنة الله عليه. وشنو كانت دعوة؟ أنه أنتوا تسمون أبنائكم واحد اسمه محمد مثلا، وهذا قد يسوي جريمة، فالناس يقولون محمد مجرم مثلا، فهذا يصير إساءة للنبي. يعني شوف بهل شيطنة، إيه أحسنت، فلسفة شيء، فلسفة شيطانية يسوي لك على أساس تنزيه النبي، يريد محو ذكر النبي صلى الله عليه وآله، مع أنه اسم، هذا الاسم المقدس من أهم ما أكدت عليه الشريعة نشرا لاسم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، اللي هو أكثر نسبة من الأسماء في العالم على ما ببالي هذا الاسم، مو هالشكل؟ أكثر نسبة مواليد في بريطانيا الآن الاسم، حتى في بريطانيا ما شاء الله. فشوفوا بهالطريقة المخالفين إخوان مسلمين أنا قاري وغيرهم يهاجمون أتاتورك على هذا الأساس. من جملة هجومهم على أتاتورك هذا الأمر، أنه أراد أن يمحو اسم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على كفره وأنه كذا وإلى آخره، زين. ولكن هؤلاء البلهاء لا يعلمون أن في مصادرهم أن عمر بن الخطاب أول من أصدر هذا القرار، لعنة الله عليه. عمر هكذا كان يفكر، نفس التفكير وبنفس الحجة، منع التسمية باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى أن إجوا سووا عليه شبه ثورة، يعني إجوا كلموه أصحاب رسول الله أنه شو تسوي، والنبي أباح له بالحث على ذلك، اللي امتنع عدل عن قراره. هذا مو إحنا نقوله، المخالفين يروون هذا الشيء. ارجعوا إلى شرح صحيح مسلم للنووي المجلد 14 الصفحة 113، وأيضا إلى شرح صحيح البخاري عمدة القاري المجلد 15 الصفحة 39. يقول: كتب عمر إلى أهل الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي، ممنوع، اسم أي نبي ممنوع، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ممنوع، أسماء الأنبياء ممنوع. وأمر جماعة بالمدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد، بدل الاسم، اسم محمد يقول بدل اسمك، ليش اسمك محمد؟ حتى ذكر له جماعة، جماعة من أصحاب رسول الله ذكروا له أن النبي أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم. بأي حجة؟ يجوني فلسفون له، القاضي وغيره إجوا
من رجالات العامة قالوا كان يريد يعني إعظام النبي، تنزيه النبي، حتى لا واحد مثلا هذا ابنه اسمه محمد فيسبه، يسب ابنه يقول يا محمد أنت كذا مثلا، فيريد يعني شنو ينزه النبي. يعني شنو هذا الحكي؟ هاي فلسفة شيطانية، هاي معناها محو ذكر النبي العظيم صلى الله عليه وآله. إذا تهاجمون إخوان مسلمين وغيره حزب الحرية والعدالة، طبعا هذول ما يهاجمون لأنه هناك أصلا هو هذا نفسه أردوغان يكون موجود وخلفه صورة شنو إذا تشوفوا صورة أتاتورك خلفه. هو شو تدري شنو شنو الميزة في الإخوان المسلمين؟ طبعا هي هم ميزة شيطانية فاسدة، أنه إخوان المسلمين مثل الطين يتشكل دائما بكل الأشكال، مثل العجين يتشكل بكل الأشكال. أي لا يتشكل، يعني شوف شو ما عنده مبادئ إخوان المسلمين، حكي كلام فارغ، يتشكل عنده براغماتية هالشكل، يتشكل على حسب الأمور، ينسى المبادئ، يدوس على أبو المبادئ. شوفوا أنا أعطيكم مثال، مثال أيضا الآن إخوان المسلمين يحكمون في مصر، محمد مرسي العياط مو هالشكل هو اللي يحكم، هذا المصاب بداء الصرع يحكم مصر الآن، هذا ينتمي لإخوان المسلمين. إخوان مسلمين صراعهم كان مع الدولة المصرية بالدرجة الأولى، أكثر ما كانوا يدعون أنه يبرر لهم الصراع مع الدولة المصرية العهد السابق من زمان أنور السادات، من قبل حتى بالذات أنور السادات، على شنو كان يهاجمون؟ قضية إسرائيل، العلاقات مع إسرائيل، الكيان الصهيوني، خيانة، خيانة للأمة، أنور السادات كافر، حسني مبارك كافر. لماذا؟ تطبيع علاقات، لأنهم سوين علاقات مع قتلتنا، قتلة المسلمين، قتلة الفلسطينيين، مغتصبو الأقصى والقدس، وحكي رنان طن من الكلام إلى أن تتعب حقيقة الدوخ هذا، أذنك ما تتحمل أصلا خطبائهم، خطباء إخوان المسلمين كل واحد ما تشوف حتى هذا رئيس مصر متعلم ما شاء الله بصفطين للحكي، عارف شي يقول تكلم ينطلق، شايف شلون اسطوانة مشروخة وتشتغل كل شوية وتدور خيانة وخيانة. ومنو اللي اغتال السادات أصلا؟ هو واحد من الإخوان المسلمين، شنو اسمه هذا؟ خالد الإسلامبولي. إسلامبولي إيه، من الإخوان المسلمين، اغتال السادات الشهيد خالد الإسلامبولي مو هالشكل، من قبله الشهيد سيد قطب، وهكذا. يعني صراعهم على هذا مفروض، وأنه لابد من قطع العلاقات وغزة وغزة وإلى آخره، وشلون الغاز المصري يروح إلى إسرائيل برخص التراب، ومن هذا الحكي، وشلون هذا التبادل السفراء وكذا، وعلم إسرائيل عندنا في القاهرة وويلاه وإسلاما. زين هسه معاهدة كامب ديفيد، لا باطلة 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 باطلة، معاهدة كامب ديفيد فرضت على الشعب المصري. زين يلا راونا مراجلكم ملاعين الوالدين، الآن أنتم تحكمون، يلا قطعوا العلاقات مع الكيان الصهيوني، شو سفير يديد شا. منعوا تصدير الغاز، زين افتحوا الحدود مع غزة، خلي الشعب الفلسطيني في غزة يتنفس ويرتاح، وادعموا ادعموا كل حركات المقاومة، يلا شو منتظرين؟ يلا تحكمون بعد، ليش مبقي علم إسرائيل عندك؟ ليش مبقي عندك في وسفير إسرائيل عندك في القاهرة؟ ليش؟ مبادئ نسيت، ليش؟ لأنه يدري ما يبقى بالحكم إذا ما يقبل بهذه الاتفاقية، لأنه السيد البيت الأبيض ما يسمح له أن يبقى، إذا ولا خانة وكل شيء خانة وراحة ونسقة ومع أمريكا أخذوا الحكم، انتهت القضية. أكثر من هذا الآن فضيحة أخيرة، ما أدري إذا سمعتوا عنها أم لا، أنا كتب رسالة أحسنتم، مكلف سفير جديد، هذا حاكم مصر الآن هذا الأبله، معين سفير في تل أبيب، فعلى عادة السفراء لازم يرسل معه خطاب لرئيس الدولة تلك، أوراق الاعتماد السفير تسمى، فكاتب لك ذاك الخطاب اللي صدق محترم، يعني صدق محترم، ما أدري الصديق، أنا صديقكم الوفي
فخامة رئيس دولة إسرائيل شيمون بيريز صديقكم الوفي وكذا، عبارات حميمية جدا حميمية جدا حميمية. لما طلعت الفضيحة توقيع محمد مرسي وختم الجمهورية وتوقيع وزير الخارجية، وحتى مخطوط على طريقة هو للعلم ترى في مصر كتبون الخطابات التكليف وكذا بخط، يعني خطها خطاط بالخط الديواني جدا جميل من عهود قديمة إلى الآن، هاي العادة جارية يعني، هذا الأمر الرسمي اللي جاري في مصر، فما حد يقدر يزوره، هو يتعمد يخط الخطاط حتى ما حد يقدر يزور، شايف شلون خطة خطاط مصري مضبوط يعني، أنا شفته رأيته بعيني هذا الصورة عن التكليف. بالفعل نفس الخطابات كلها قديمة من عهد جماعة عبد الناصر إلى الآن، يعني نفس الخط أقصد، نفس الطريقة. فأول ما طلعت الفضيحة أكو فرد واحد سمين كأنه بقرة، هذا دائما على أساس المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية اسمه أم ياسر، المهم هذا يطلع دائما يتكلم، هذا أول ما طلعت الفضيحة أنكر، أول كلامه قال أنكر، قال هذا كله افتراء، لأنه اللي نشر الخطاب من الصحف الإسرائيلية نشرت قالوا لا هذا مزور وهذا مفترى. بعدين لما انكشفت الأمور وأنه لا مزور ولا مفترى، وحتى صورة السفير لما رايح واقف يمشي مون بيريز قرع الكؤوس، هذا قرع الكؤوس ماكو على العادة مالتهم في شرب الخمور أو كذا، قرع الكؤوس يعني النخب. الشكل إيه نخب إيه أحسنتم، النخب إيه مثل ما عبد الله آل سعود سواه مع جورج بوش. ف يعني اتضحت الأمور، انفضح بعد، فطلع قال ها مرة أخرى طلع قال لا صحيح كنا مرسلين، بس هذا خطاب بروتوكولي، خطاب بروتوكولي بنفس اليوم، احنا من الرئيس موقع على أكثر من خطاب يعني تكليف أوراق اعتماد سفراء وكذا، فنفس الخطاب نفس الصيغة وهذه صيغة قديمة وكذا ولازم يعني نتكلم بهالطريقة، خلص سوي خطاب بروتوكولي هم مع إبليس يعني شلون، ليش ما تسوون خطاب بروتوكولي مع إيران؟ يعني بس إيران اللي ما يصير تخلون سفير وكذا وإيران هي العدو فقط؟ أنا مو مع حكومة إيران، بس أنا دا أبين شلون هؤلاء يكيلون بمو مكيالين بمكاييل حقيقة، لا مبادئ لا دين لا شرف، شرف ما عندهم. الشيء اللي قاله بالأمس نقطع العلاقات وكذا اليوم ثاني يوم يتغير المصلحة، واقف وسط جماعة دي يهوسوا له يصفقوا له، هذا محمد مرسي العياط، هذا يقولون الشعب يريد تطبيق شرع الله، شرع الله، هذا يقول إيه الشعب والرئيس يريد تطبيق شرع الله، شنو هو في كلام غير كده؟ يلا وين شرع الله؟ يلا طبق، ولك استحي أنت إلى الآن الخمارات والمراقص ودور البغاء موجودة عندك في داخل القاهرة، روح وقف هاي الأشياء، ما يجرؤ. المهم يبقى في الحكم، أصلا شنو التغيير؟ ماكو أي تغيير أصلا، إلى الأسوأ صار تغيير، إلى الأسوأ ذرة ماكو تغيير باتجاه حقيقة إرضاء الله عز وجل، إرضاء رسول الله، الحكم بما يرضي الله عز وجل، ماكو. التلفزيون المصري عهد حسني مبارك تفتحه نفس التلفزيون المصري عهد محمد مرسي العياط، نفس التلفزيون، نفس الدق والرقص والفسق والفجور، نفسه ما تغير شيء، على الأقل هذا تلفزيون رسمي، وليش ما تمنع هاي المحرمات؟ هذا الفساد لما لا تمنعه؟ ماكو عند القوم مبادئ، ماكو عند القوم مبادئ. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا، مو هالشكل؟ مخطئ، هذه قصيدة لأحمد شوقي على ما أتذكر ضد الإخوان المسلمين، جاء الثعلب يوما في ثياب الصالحين وما أدري كذا، أولها الشكل إلى أن آخر القصيدة يقول مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا، ثعالب هؤلاء مكرة، ما عندهم دين، ما عندهم مبادئ. إذا عند مبدأ هذا الذي يقف ضد الحاكم الطاغوت الآن الظالم، يقف ضد الحاكم الطاغوت قبل 1400 سنة، عمر كان طاغوت،
الجرائم التي ارتكبها عمر تغطي على كل جرائم كل حكام العرب الآن. هي جرائم عمر. جيب جرائم حسني مبارك والقذافي وحتى صدام يمكن ما يجون ربع جرائم عمر. أصلا ماكو قياس، لأنه هؤلاء إذا قتلوا العباد، إذا سفكوا الدم الحرام، عمر سوى هذا وأضاف إليه تحريف الدين رسول الله. قذافي ما قدر، ما نجح في تحريف دين رسول الله. صدام نجح في تحريف دين رسول الله. حسني مبارك نجح، قدروا يدخلون بالدين؟ ما قدروا. أما عمر خرب الدين، الدين خرب من وراء عمر بن الخطاب. عندكم مبادئ يلا، مثل ما ترفض حسني مبارك والقذافي وما أدري منه طغاة العرب هذولا، الشعب يريد إسقاط النظام، روح قول الشعب يريد إسقاط عمر، نحترمك، خلي ميزانك واحد. أما هذا الآن لأنه ظالم معاصر ترفضه، أما ظالم قديم تقول رضي الله عنه وأرضاه. يعني شنو ذنبهم ذولا؟ ذولا يعني شنو مالهم رب ذولا القذافي والحسني مبارك؟ خطأهم الوحيد ما طرحوا أنفسهم خلفاء. خطأهم الوحيد كان لازم يطرحون أنفسهم خلفاء، يتكلمون باسم الدين زين، ويراونكم ويل عمر، حكم عمر، عدالة عمر، هاي شوي يراونكم إياها زين، حتى تصيرون أوادم بعدين تسبحون بحمدهم تقولون رضي الله عنهم وأرضاهم. مشكلتهم كانوا يتجاهرون بالفسق. قذافي يجي حول 4 نسوان بادي جارد، نسوان، شايف شلون؟ فالناس كلها تشوف الفسق واضح يعني، بعد واضح كل واحدة هم مسميها عائشة، عائشة ون، عائشة تو، عائشة تري، عائشة فور، تدرون لا لا. هو عنده بنت وحيدة سماها عائشة زين، وأسس أكاديمية للشرطة العسكرية النسائية سماها أكاديمية عائشة، وشرطه كل واحدة تتخرج منها تصير، طبعا بشرطها وشروطها تصير، عرفت شلون؟ تصير شنو؟ بادي جارد إلى، هم لازم تتسمى عائشة، والتفريق بينهن بالأرقام. شو قد هذا مفتون بعائشة، مخبل على عائشة، لو صدق محصل عائشة الأصلية شو يسوي بيها؟ وش تسوي بيه؟ شو أخذ بعرها شيخ؟ أي طلحة تنسى طلحة وأبو طلحة تأخذ لها، تأخذ لها القذافي. شوف شلون دمروا ديننا ودمروا أمتنا، الله يلعنهم. واقع عن هؤلاء السفل الكلاب، سلسلة من الطغاة من يوم السقيفة إلى الآن. حكم الله على الأرض يمنعه هؤلاء، العدالة الإلهية على الأرض، السلام الإلهي على الأرض، كله منتفن بسبب هؤلاء المجرمون، الظلمة، الكفرة. ماكو حل لهذه الأمة إلا الرجوع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حتى يظهر الحاكم الحقيقي الإلهي اللي الله عينه في هذا المنصب، الإمام المهدي صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ساعتها إذن ترتاح الأمة، بغير هذا ما عندنا حل. هؤلاء الذين يثقون بالإخوان المسلمين، حزب النهضة، سلفيين، ما أدري، حزب التحرير، نبهاني، حماس، ما أدري منو، هاي المشاريع اللي على أساس حكم إسلامي يعني، والله وبالله هذا حكم شيطاني هذا، بس باسم الدين. أيضا هذا اللي يثق بحكم خامنئي باسم الدين، ها حكم شيطاني هذا. الحكم الإسلامي الحقيقي ليس فيه ذرة ظلم، إذا هم وقع ظلم بلا إرادة من الحاكم فورا يتدخل، بس يدري بالظلم يروح يعاقب الذي ظلم، يعزله. حاكم يطبق منهج رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام، ماكو أحد يشكو يصرخ في عهده يقول آه، مظلوم ينتصف للمظلوم، مو عيب. الغربيين الكفار يطبقون هذه المبادئ، احنا ما نطبق؟ صح. احنا في هذه البلاد الغربية اذا صرت مظلوم تصير مظلوم، بس اذا تصرخ الضج يوصل امرك للميديا، يوصل للبرلمان، الاعلام كذا، الدولة توقف على حيلها. صح.
صحيح. حكومة ممكن تستقيل من وراء هذا الموضوع. ليش؟ لأنه أكو حالة من الضمير، ما يتركون الحاكم يظلم، مو بكيفك. عرفت شلون؟ لما طلعت هاي فضايح أبو غرب إلى الآن هاي، شوف الشعب الأمريكي كله، روح سأسوي استبيان، الشعب الأمريكي كله نسبة العظمى رافضة قضية غوانتانامو، يقولون هذا ظلم، مع أنه هؤلاء شنو، إرهابيين أو لا أقل مشتبه بهم إرهابيين، يعني خلوهم يكفون نشرهم، مو هالشكل. ما يقبل، يقول هذا مخالف للعدالة الأمريكية، هذا مو ولذلك ليش مختارين غوانتانامو؟ لأنه مو أرض أمريكية، ما تطبق عليها القوانين الأمريكية، مأجرينها من كوبا. بس شوف ضمير الشعب الأمريكي رافض، عنده رفض. من أسباب نجاح أوباما قبل 4 سنوات أنه تعهد بإغلاق غوانتانامو، اللي طبعا ما تعهد، أنه لا دين ولا مبادئ. من عنده مبادئ؟ ما حد عنده مبادئ، اللي يضحك على نفسه يتصور. أنا أتكلم عن الشعوب، أنه أكو حس شعبي فيه ضمير، تحس هذا أنه في الشعب البريطاني، في الشعب الأمريكي أكو حالة الضمير. معقولة إحنا اللي متربين تربية الإسلام، إحنا نرفع لواء الإسلام، ما عندنا هذا الحس والضمير؟ شعوبنا توالي الطغاة، الدافع عن الطغاة، معقول؟ إذا هذا المرض موجود عند البكريين، ليش المرض صاير بينا؟ إذا عند البكريين مقبول، بس مفروض عندنا مو مقبول. إحنا اللي متربين على مبادئ أهل البيت في رفض الظالمين، اسمنا رافضة، رفض الظلم والظالمين. شلون يصير جماعة من الشيعة يدافعون عن الطغاة؟ اللي دافع لك عن خامنئي، اللي دافع لك عن بشار الأسد، شعلكم هؤلاء؟ يقول مصلحتنا وما أدري شنو، الدولة الشيعية الوحيدة، وهذا هم حامي سوريا وحامي المراقد وحامي المقدسات وحامي المتشيعين في سوريا، فإذا ذولا يجون. يا أخي اعمل بمبادئك الشرعية، أنت قول أنا ضد الظالمين كلهم، كلهم، سواء من ينتحل التشيع أو من لا ينتحل التشيع، أنا ضد الكل، رافض الكل، أنا ما أقبل غير أهل البيت عليهم السلام، واللي يطبق منهج أهل البيت. أنا مو مضطر أنه حتى أصير ضد الوهابية مثلا والجماعات التكفيرية والعصابات اللي في سوريا أروح أوقف مع ظالم آخر، مو مضطر. أنا مضطر؟ مو مضطر أوقف مع بشار الأسد، خلي ولي بشار الأسد، فخار يكسر بعضه مثل ما يقولون. شعلين إحنا بيهم، احنا عندنا مبادئنا، صحيح، ندعو الى مبادئنا. مشكلتنا مشكله ايها الاخوه، هاي الامراض تفشت فينا في هذه الامه مع الاسف الشديد، تؤلم القلب، تؤلم القلب. نختم بحديث شريف يبين لنا ان الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا يحثون على تسمية الأبناء بأسماء الأولياء بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وينهون عن التسمية بأسماء الأعداء، ومن أبرز هؤلاء أبي بكر ومن أشبه. في الكافي الشريف نقرأ هذه الرواية عن عمرو بن شمر عن جابر، حتى واحد من شبههم عمرو، هم شمر، يعني عمرو بن العاص مثلا شمر هم بعد، شايف شو من رجال الشيعة هذا، حتى يفتهمون ذول الأغبياء أنه الأسماء مدل على شيء. عن جابر قال: أراد أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر الركوب إلى بعض شيعته ليعوده، يزور واحد من شيعته مريض، عيادة المريض، فقال: يا جابر الحقني، فتبعته، فلما انتهى إلى باب الدار خرج علينا ابن له صغير، وصل إلى باب دار ذلك الشيع المريض، فابن الصغير طلع، فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما اسمك؟ قال: محمد. اللهم صل على محمد. قال: فبما تكنى؟ قال: بعلي. الله، يعني اسمه محمد أبو علي، شايف شلون؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام: لقد احتضرت من الشيطان احتضارا شديدا، يعني صارت عندك حماية من الشيطان احتضارا شديدا، حماية شديدة. إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا علي ذاب كما يذوب الرصاص.
يعني البيت إذا تسمي أبنائك محمد علي فتصيح لهم، أنت تناديهم إخوانهم يصيحوا لهم، أمهم تصيح لهم تقول يا محمد يا علي يا فلان، شايف شلون الشيطان يذوب. حماية للبيت اللي بيه اسم محمد وعلي حماية يصير إلى من الشياطين، حتى إذا هذا الشيطان إمام الباقر عليه السلام يقول حتى إذا سمع منادي ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال. إذا في البيت واحد مخبل مخدوع مسمي ابنه عمر مثلا، مسمي ابنه عثمان، مسمي ابنه أبا بكر مثلا، عائشة مسمي بنته، هاي أسماء أعداء البيت، الشيطان من يسمع هذا الأب منادي ابنه يا عمر تعال يا عائشة تعالي يهتز ويختال، ينطرب يتنشط يرتاح ويبدأ ماذا يوسوس ويفسد في هذا البيت. فبناء على هذا الحديث نحن نعرف أن القاعدة هي هذه، محبوبية التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين حتى يذوب الشيطان. ومبغوضية في الشريعة، مبغوضية التسمية بأعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإن في هذا إعانة للشيطان. هذه هي القاعدة. نعم حالة التقية شأن، أو إذا كانت هذه الأسماء لا ترمز إلى في العرف العام، لا ترمز إلى أولئك الأشخاص بأعيانهم كما كان في الأزمنة الأولى، فذاك شأن آخر. إلى هنا تنتهي ورقتنا البحثية لهذه الليلة. بحمد حسن شيخنا بارك الله فيكم، طيب الله أنفاسكم. الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستقبل إن شاء الله الآن أسئلة المشاهدين بمحاولة الرجاء يعني التقيد بورقة البحث إن أمكن، واللي عنده برأي أو كلمة أو قصيدة أو خارج موضوع البحث يرجوها إن شاء الله، إذا يطلب زيارة طلب دعاء يطلبها من الأخ عبد الله الخلاف إن شاء الله عنده برنامج بعد هذا البرنامج. نأخذ اتصال أول من الأخ الشمري فائز جبوري من سويسرا. السلام عليكم أخ فائز. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. حيا الله ورحمة الله وبركاته. أهلا والله شيخنا. في البداية أحب أن أشكرك على تطرقك للموضوع السوري، لأننا قبل قليل تطرقت هذا الأمر، لأنني أجد بأن الشيعة الآن يقعون في فخ ومأزق كبير ببعض الشيعة مساندتهم للنظام السوري، لأن هؤلاء السلفيين لعنة الله عليهم لو مسكوا الحكم في سوريا فإنها ستكون مجزرة عظيمة للشيعة. شيخنا المسألة الثانية أحب أتطرق عليها وهو سؤال شيخنا، أنت قلت قبل قليل في بداية الورقة البحثية بأن هناك ما بين الصحابة وبعض الصحابة وأهل البيت علاقة كانت وطيدة وجيدة، فشيخنا ولكن أنا سمعت في محاضرات سابقة لكم بأنكم تقول لم يبقى من الصحابة الذين والوا أهل البيت عليهم السلام، يعني كانوا بعدد الأصابع، فشيخنا ما أعرف يعني كيف نربط بها إن هذين المسألتين، يعني ما عدد الصحابة الذين بقوا موالين لأهل البيت في المدينة المنورة أو خارج المدينة المنورة. وأسف على طال شيخنا وأستودعكم الله. حياكم الله وإياكم. أحسنت. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أبو خالد حياك الله. أنا مسلم. السلام ورحمة الله. الله يسعدك حبيبي. أهلا وسهلا أبو خالد. أولا أسلم على الشيخ سماحة الشيخ ياسر حبيبي وأقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا والعود أحمد. الله الحقيقة في بداية الأمر الذي دفعني إلى أن أتصل في هذه الليلة هو لأعبر عن فرحي وسروري برؤيتكم مرة أخرى وعبر البرنامج مباشرة. الله يحفظكم. شكرا. وهذا يفرحني إن شاء الله ويفرح الكثير من المؤمنين والمؤمنات. الله يعزكم لطفكم. أما بعد حقيقة أنت تطرقت في نهاية الحديث الليلة وما هو موقف الدين والمعتقد من الظلمة والظالمين، أنا الحقيقة هذا أثار لدي
بعض التساؤلات بالنسبة إلى فلسطين حقيقة. كما نعلم أن هناك جناحين كل يدعي بأنه هو حامي الدين أو حامي الإسلام في فلسطين، وبالأحرى يقولون نحن حماة القدس والمحافظين عليها. وكما هو معلوم جناح يدعي الليبرالية والعلمانية وهو لا يتورع في أن يبدي الفسق والفجور، وفضائعهم قد بانت على شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد، وأقصد به فتح. وأما الطرف الآخر فهو طرف ناقضي ومبتذل فكرا وأخلاقا، وهو يتبع أتاتورك عندما يدفع له أتاتورك الفتات، وأنا أقصد هنا يعني مبدأ أتاتورك، فهم حلفاء الآن أقوياء مع من يمثل أتاتورك في هذه الحقبة، وهم من النواصب وأقصد بهم حماس. ولا شك أن هناك بما هو منظور أو بما هو معلوم فئة قليلة قد تكون هي التي تلتزم بالدين والدفاع عن القدس. فما هو الموقف الشرعي من هؤلاء بعدما يعني أصابنا اليأس كمسلمين من هذه الطغمة التي تريد أن تحرر القدس عبر الدبكات والموسيقى والأغاني طوال 60 عاما؟ هل يجوز أن ندعو لهم أم ندعو عليهم؟ وأسعد الله أوقاتكم دائما إن شاء الله. وشكرا لكم حبيبي أبو خالد. رجاء أخواننا مراعاة شوي الاختصار حتى نقدر ناخذ أكبر عدد من الاتصالات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل. أبو حيدر السلام عليكم. انقطع الاتصال مع الأخ أبو حيدر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم في عافية منه. أبو محمد السلام عليكم. السلام عليكم. هلا محمد حياك الله. عليكم تفضل. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا حياك الله. سمحت الشيخ تابعك شلونك؟ أستغفر الله. أهلا وسهلا بكم حبيبي مشتاق لك. الله يرضاه من رمضان لحد هسه ما سامع صوتك. الله يحفظك. شكرا لكم شكرا لكم بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وخرجنا بهم. اللهم لعن أبا بشر وعمر وعائشة وحفصة وعثمان لعن عادل وثمود بحق محمد وآل محمد. اللهم صل. اللهم لعن كثرة الحسين. اللهم لعن كثرة محمد وآل محمد. اللهم صل. حبيبي سمحت الشيخ طبعا أنا مشتاق لك موت هسه، يعني من سمع صوتك دقت قلبي قد وصلت يمكن 220. جزاكم الله خير. شكرا لك. والحسين وضلع الزهرة مشتاق لك. شكرا لك. يعني بس بالبث المباشر نشوفك يوم السبت. لا يفرق شيخنا، يعني احنا نحبك ونموت عليك، لازم نسمع صوتك يعني. ان شاء الله. يعني شلون اقول لك ما اعرف شو اوصف شو اقول، ما حتى الكلمات امراحل. بارك الله فيك. بارك الله بكم. تاجرات شيخنا انا سمعت يعني بين النواصب قالوا اسم الله عليك انت مريض، فانا سعيد اسمع صوتك بين تلعن عائشه. لعن الله عائشه. اي الله صل على محمد وعلى محمد. دائما من حين لآخر ينشرون يبثون إشاعات حولا، لا تصدقون، يعني أدعو الجميع إلى عدم تصديق. لا مو فقط لكم، يعني الآخرين من مثلا البكريين أو أبنائهم أو من هم على مشارف الهداية إن شاء الله، لا يسمعون هاي الإشاعات اللي ينقلونها يروجونها بين حين وآخر. أي يا اخي حرفة العجزة. ما اصدق بهم، ما طولت تمشي على نهج الزهراء وتمشي على نهج جميع المؤمنين، فان شاء الله محصن محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. احسنت اخي محمد. الشيخ انا احب اقول لك ما اعوف هذا النهج لعن اعداء محمد وال محمد ولعن عمر وابو بكر وعائشه وحفصه وعثمان لحد ما تنفصل رقبتي عن جسمي. هذا ما اعوف هذا النهج، لان انا يعني الله وفقني اللي خلاني اشوفك واسمع صوتك ويثبت هاي العقيده القويه دي. من شفتك يعني شفتك اصلا التشيع دي قوة من شفتك، لان سبت عند اللعن قبل اذا كنت اسمع واحد يلعن او شيء ما كنت اعرف، لان انا اقول لك من صار عندنا طائفيه صار عندنا جيش المهدي انا قمت اسد بعمر، ما قمت لعنه، لا قمت اسده. بس من انت طلعت لا طورت الشغله بعد، قلت لا ما طول الشيخ حكاها والسيد الشيرازي ما حكوا على الشيخ ولا هدوا، معناته الشيخ الله موفقه.
ما في اي يعني حسيت من هاي الكلمه اي شغله غلط ما بيك سمحت الشيخ. استغفر الله وان شاء الله. وحبي اقول لك سمحت الشيخ زين انا ما انساك بكل زياره سيدي ولا الامام موسى بن جعفر عليه السلام صلوات الله عليه. لا انت ولا الهيئه. الله يسلمك. وان شاء الله نقدم لكم من هذا القليل ونخدمكم مثل ما تقدر تخدم محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. مشكور سماحه الشيخ. حياك الله. حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. زين ناخذ الاجوبه على ما يجي من صلاه شيخنا. الاخ فايز الجبور يقول ما هم عدد الصحابه الذين بقوا موالين في المدينه او في اي مدينه بعد السقيفه؟ هل يعني بعض الصحابه بس ممكن في مره من طرقت انهم عدد الاصابع يعني تحدد لي اسماء معينه او ارقام معينه؟ يعني من الذين بقوا ثم رجعوا مثلا. اي احنا اولا لما قلنا بانه العلاقات كانت طيبة بين أهل البيت عليهم السلام فقلنا مع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ممن لم يخونوا ممن لم يبدلوا وقلنا أنه الأكثرية خانت وبدلت. نعم قلة القليلة بغت هذه القلة معدودين على عدد الأصابع. الروايات تذكر منهم 7 بعض الأحيان شوية تتناقص يبين 5 شوية تتناقص يبين 3 اللي ثبتوا يعني حتى هؤلاء 3 الواحد هالشكل اللي يصفى منهم اللي لم يتزحزح لم يشك لم يعني يحيص حيصة أبدا طرفة عين هو المقداد رضوان الله تعالى عليه سلام الله عليه هذا الرجل. نعم ولكن شوفوا الناس قابليات يعني ليس معنى أنه نقول 3 5 7 أو أنه مثلا فقط هذا المقداد يعني البقية آثمون مو آثمون وإنما ارتكبوا بعض الأخطاء ما أبلوا ذلك البلاء المطلوب ما وقفوا تلك الوقفة اللي كانت مطلوبة 100%. سوء تقدير مثلا أو شيء. سوء تقدير سوء تصرف تكاسل أو شيء تكاسل غفلة. مثل واحد منهم أمير المؤمنين عليه السلام يقول أما أنا لك أن تصحو من نوم الغفلة. جليل عظيم الشأن عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه مثلا إنه ظرف عصيب كان يحتاج إلى وقفة رجال وتنبه جيد. مو الكل كان عنده هذه القابلية فكان عندهم بعض الأخطاء. من جهة ثانية هذه الروايات تتحدث عن من لم يبدل لم يخن من بقى وفيا. هنالك طائفة أخرى من الروايات تتحدث عن الراجعين الراجعين إلى أمير المؤمنين عليه السلام جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بايعوا أمير المؤمنين وليا للعهد وخليفة في يوم الغدير بأمر رسول الله صحيح؟ جرى الانقلاب فانساقوا وراء الانقلاب ما تمردوا عليه وظيفتهم كانت أن يتمردوا. بعد ذلك رجعوا إلى رشدهم تابوا فرجعوا إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من جديد وأمير المؤمنين قبله أهل البيت قبلوه. من هؤلاء كثر عددهم بالعشرات بالعشرات مذكورة أسماء. فهؤلاء كثر فالعلاقات لما نقول أهل البيت كانت علاقاتهم طيبة فمع هذا الصنف من لم يخن ولم يبدل ومع الراجعين حتى في حالة عدم رجوعهم لأن أهل البيت علموا أن هؤلاء قابلون للرجوع من جديد للإيمان من جديد للتوبة فكانت علاقاتهم معهم طيبة لأنه من وراء هذه العلاقات يجذبونهم إلى الإيمان من جديد. هكذا. أحسن شيخنا. عندنا الأخ قاسم من فرنسا. السلام عليكم أخ قاسم. ألو أخ قاسم السلام عليكم. السلام عليكم بحيدر شلونك؟ هلا والله قاسم حياك الله. بخير الحمد لله بدون زحمة ممكن. تفضل ترى مباشرة. السلام على الشيخ المجاهد ياسر الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء عن الإسلام وأهله شيخنا وحفظك ورعاك يا فاطمة وآل بيتها الطاهرين. صلوات الله عليهم. شكرا لكم. الله يجزيك بالخير والله خير يعني نشوفك ونسمع صوتك الحمد لله ونريد أكثر يوم كل يوم يعني صراحة. الله يحفظكم شكرا لكم. أنا أريد أقول للمخالفين ولو هم يعتبروه غير شيء يعني
من هو أحب الخلق لرسول الله صلى الله عليه وآله غير فاطمة الزهراء وعلي والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين؟ فمن السذاجة والغباء أقول لهم وعدم الفهم أن الإمام علي عليه الصلاة والسلام يسمي أسماء أبنائه بأسماء من آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وآذوا بيته وآل بيته وخاصة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هل إن حبا بهؤلاء ويترك حب فاطمة الزهراء وحب رسول الله والذين اضطهدوا فاطمة الزهراء وسببوا شهادتها عليه الصلاة والسلام أحقا يعقل هذا أيها الأغبياء؟ أقول لهم وهل تعلمون بعلاقة محمد صلى الله عليه وآله بعلي وعلي بفاطمة وبهذه السهولة أمير المؤمنين يبيع فاطمة الزهراء ويسمي أسماء أبنائه بأسماء هؤلاء الجبناء الذين خالفوا رسول الله وغصبوا حق الولاية؟ أيها الجهلاء تسمون تقولون أنكم تحبون آل بيت الرسول، أي حب؟ أسماء أبنائكم كلها سفيان ويزيد ومعاوية ومروان، وناهيك عن عمر وعثمان وأبا بكر. لو نحسب بالعالم هسه كم مليار، مليار بكري أو مليار مخالف، كم هو عدد أسماء علي عندهم؟ أين حب حبكم؟ إحنا ما نحبكم ولا نحب أسماءكم، لأن اتبعنا آل محمد عليه الصلاة والسلام وما نسمي أسماءنا بهذه الأسماء. وفاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما ذهبت إلى أبو بكر الملعون وخاطبتها على ما غصبها من حقها وفدك وولاية أمير المؤمنين، وقالت لهم سلام الله عليها: واطلع الشيطان رأسه صارخا بكم فدعاكم فألفاكم لدعوته مستجيبين. ألا في الفتنة سقطوا وأن جهنم لمحيطة بالكافرين؟ فهيهات وأنا بكم وأنا تؤفكون وكتاب الله بين أظهركم. وبعض ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك أخو حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا ابن أبي قحافة تقول له أترث أباك ولا أرث أبي؟ أحسنت أخي قاسم، بارك الله فيك. سامحني خلصت إن شاء الله حبيبي. يعني حبيبي، هذا الكلام كل هذا ما يفهم من عنده أنه عداوة أهل البيت بهؤلاء الملاعين هي عداوة من بدوها إلى آخر الدهر مستمرة، ولا يمكن أن تحبهم فاطمة الزهراء. سلام الله. وفاطمة الزهراء لن ترضى عنهم، لأنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا من عفوا على نسيت الحديث، رضى الله من فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وهي ما راضية عنهم، فكيف يحكمون؟ أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خير، وإحنا الرافضة معكم إلى خروج الإمام المهدي إن شاء الله، وإحنا ندعو لكم وأنا أدفع صدقات عنكم كلكم جميعا والله، ولا يصيب الشيخ مرض، ما زال ندعي لكم وأنتم تدعون لنا إن شاء الله، وندفع الصدقات كما وجهونا آل بيت الرحمة. الله يسلمك. السلام عليكم أجمعين شيخنا، جزاكم الله خير الجزاء وحفظكم ورعاكم. الله يسلمك. الله يبارك والأخوة معكم والحاضرين كلهم أجمعين. عليكم الله. الأخ حسن من بلجيكا، السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك سيدنا؟ أهلا وسهلا. حياك الله. الحمد لله. اللهم من على عمر وأبو بكر وعثمان. آمين. وعائشة وحفصة. نعم. ويزيد وصدام. شيخنا سيدنا إذا سلم على الشيخ ياسر. تفضل تفضل. أنا مباشرة تفضل. وزوجتي أنا عراقي. حياك. عراقي. والنعم. وعايش بديك وزوجتي مغربية سوها الشيعة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شلونك شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يخليك والله يسترك والزهاء تحميك وتبرى لك. إلهي هاي زوجتي أنت استفسار الشيعة وأنت شوية شك فتريد تستفسر من يمك. فلتتفضل فلتتفضل. تفضل يا أختنا. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام أختنا. ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة وعثمان وأعداء أهل البيت أجمعين. آمين. إلهي آمين. بارك الله بك. تفضل شيخنا. أريد فقط أن أسألك، أنا مستشفية جديدة يعني ما صار لي شهر. هنيئا لك. الله يخليك شيخنا.
ولكن ما يعني ما اعرف شلون يعني مثل الصلاه مثل كما تعرفوا انت كل شيء عندنا غلط يعني ماكو شيء عند البكريه كل شيء غلط صراحه ما لا يعني ما اعرف شلون الصلاه بالنسبه للصلاه بالنسبه للمسائل سير اهل البيت سلام الله عليهم يعني ما اعرف شلون طيب ان شاء الله تعالى ان شاء الله هنيئا لك شكرا شيخنا الله يخليك ورزقك الله الجنة إن شاء الله مع محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه إن شاء الله أجيبك إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك الله يسلمكم عليكم السلام الأخ سماح من كندا السلام عليكم أو الأخ السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله الله يحفظك الله يحفظك أنا مواينة من أخذنا تفضل الله يحفظ شجاع بطل مجاهد أسد يعني إن شاء الله يا رب يحفظك ويخليك واسم سدك هذا اسم سدك إن شاء الله يكون في قصة بعين أعداء محمد وآل محمد والله ينصركم ويحفظكم ويخليكم ويبعد عنك إن شاء الله كل مكروه ويبعد عنكم كل مكروه إن شاء الله يا رب يا الله يحفظك ويخليك بطل بطل أنت شجاع يعني بدون رياء بدون مجاملة بدون أي شيء يعني أنت يعني تشفي الغليل كلامك أتمنى مع احتراماتي لكل السادة والشيوخ اللي يطلعون على المنابر على الهواء وأسمعهم بكل مكان آني وبالحسينيات اللي موجودة هنا بمونترياد أتمنى مثلك يصيرون يلعنون آل محمد وآل محمد اللهم صل محمد لأنهم آل محمد وآل محمد يلعنون لحد يوم ظهور إمام الحجة ويوم القيامة إن شاء الله وأتمنى لك التوفيق صحة والعافية يستر عليك يا رب دنيا وآخرة ويديك شر بني آدم أعداء الله إلهي يا محمد وآلي محمد آمين أحسنتي ولا تنساني بالدعاء رحم الله والديك شيخنا قضى الله حاجتك رحم على أولادك قضى الله حاجتك يعطيك العافية إن شاء الله الله يعافيكم الله رحم الله والديكم شكرا جزيلا حياك الله ممنونة منكم الله يحفظكم حياكم الله الأخ أبو حيدر من أمريكا السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي. شيخنا العزيز. حياك. الله يبارك فيك. الله يخليك، بس عندي تساؤل بسيط إذا أمكن. نعم تفضل. لحول المجال لإكمال السؤال. تفضل. السؤال هو كيف نسمح لأنفسنا أن نقول أن عائشة كفرت في أيام الرسول صلى الله عليه وآله؟ كيف نسمح لأنفسنا؟ هلا شوي شوي حتى أكتب السؤال. كيف نسمح لأنفسنا؟ تسمح لي يعني كيف نسمح أن نقول أن عائشة كفرت في أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك أبقاها على ذمته يعني أنا الآن إذا زوجتي كفرت لا أبقيها على ذمتي فلا يدع في هذا السياق أن نقول أن هناك أنبياء في السابق أبقوا أزواجهم الفاسقات على ذمتهم يعني الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ومنهاج الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا يجوز الزواج من الكافرة فكيف نقول أنها كفرت في حياته وأبقاها على ذمته؟ أوكي. وشكرا لكم. حياك. مشكور. حياكم الله بارك الله بكم. سيد عدي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله. ولا أنا أداء محمد وآل محمد. سلامي لك يا سيد العزيز ولي شيخنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعطيه الصحة والعافية بس عندي مداخلة ولو سريعة يعني حصير حول الآية بسم الله الرحمن الرحيم. أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. روى الفقيه الحنفي موفق ابن أحمد المكي الخوارزمي وهكذا أخرج العالم الشافعي محمد بن إبراهيم الحمويني بأسانيده المذكورة عن أبي سلمي راعي ابن رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ليلة أسري بي إلى السماء قال لي الجليل جل جلاله أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فقلت والمؤمنون قال صدقت ومن خلفت في أمتك قلت خيرها قال علي بن أبي طالب قلت نعم يا رب قال يا محمد إني اطلعت على الأرض اطلاعا فاخترتك منها فشققت لك اسما من أسمائي ف
فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي فأنا المحمود وأنت. انقطع الاتصال. حولنا أبو حيدر. أبو حيدر من كربلاء. السلام عليكم أبو حيدر. السلام عليكم. هلا أبو حيدر، حياك الله والنعم فيك. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم فضلك. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على سماحة الشيخ ياسر الحبيب. وعليكم السلام ورحمة والإكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أعدائهم. آمين. شيخنا العزيز أبو حيدر من كربلاء الإباء. كربلاء الإمام الحسين سلام الله عليه. صلوات الله عليه. شيخنا العزيز الإمام الحسين عندما خرج لطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما خرج ناصره أخوه الإمام العباس سلام الله عليه. شيخنا العزيز أحمد الله وأشكره عندما أكمل الرسالة بخروج الإمام العباس مع أخوه الإمام الحسين ونصر الإمام الحسين. أحمد الله وشكر ونشكر الإمام بفضل العباس بمساعدته لخروجك من هؤلاء الطغاة من الكويت حتى ينور قلوبنا وينور قلوبنا ويستبصر هؤلاء أخوة المستبصرين. إن شاء الله نشكر الإمام العباس على هذا. بعد الله سبحانه وتعالى نشكر الإمام العباس لهذه الوقفة كما وقف مع الإمام أخيه الإمام الحسين سلام الله عليه. وقف وخرج وقف مع الشيخ ياسر الحبيب المحترم لكي ننور قلوبنا به. شيخنا العزيز سؤالي الله يوفقك، متى تتحلين عيننا وتعلن المرجعية لنا حتى أبناءنا وهؤلاء الأخوة المستبصرين تقودنا إلى الأمام بولاية محمد وآل محمد؟ وأشكرك وآسف عن تعبير الإطالة إلى آخره. أحسنت بارك الله فيك. الأخ أبو علي من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو علي. تفضل. شوفكم عيني. حياك الله بارك الله فيك. تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أبابك وعمر وعثمان وعائشة وحفصة. آمين. شلونك سمحت الشيخ؟ حياكم الله وبياكم أهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يعزكم إن شاء الله. شكرا لكم. شيخنا أول أطلب أن تبرين الذمة من كثير من حضرت يعني هنا تحدثوا عليك، وأرجو أن تبرين الذمة رحمة الله والديك. أبرأتكم الذمة إن شاء الله تعالى. لأنه بسبب يعني العالم الرابع والثالث هم السبب حقيقة. نعم أستوعب. نعم أبرأتكم الذمة إن شاء الله. الله تمس دعائكم. شيخنا في واحد المرة أقول لك على حلم شاهدته، يعني أنه البكريين شاهدوا أنهم قتلتهم عائشة لعنة الله عليها، فقالوا لها أنه هناك شيخ يتحدث عليه عليك، فجو دي وهي تقوتهم كانت لابسة أسود كانت سوداء وهم قبيحين، فلما دخلوها شافوك أول من هم عافوها وحتها والثاني تزمت وراهم. زين عند شيخنا بسألك أيضا عن الوضع السياسي هنا في العراق، هل تسمح لنا مثلا أنه إحنا ننتخب شارك بالانتخابات المقبلة إذا أمكن؟ لأنه بالنسبة إلى الوضع العام يعني بسوريا أو بالعراق أو بلبنان يعني ماكو بدائل، ماكو يعني موجودة نقدر نقول إنها رافضية يعني حتى مثل تكون بديلة للأحزاب الموجودة هنا. نعم صحيح. نعم صحيح. أوكي حبيبي أحسنت بارك الله فيك. الأخ علي شرف من القطيف. بارك الله فيكم. ألو. تفضل أخ علي. سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف شيخنا؟ أهلا وسهلا حياكم الله. أنا بس شيخنا أنا من مقلدي محمد الشرازي رضي الله عليه. من؟ محمد الشرازي. أي نعم. رضوان الله تعالى عليه. نعم. رحت للسيد السيستاني. شنو؟ ما سمعت. عدل السيستاني. عدل السيستاني. نعم. في المستحدثة. نعم نعم. بس أبغى أعرف أنت شو سويت الشيعة؟ شنو؟ ما دا اسمع. سويت الشيعة. ها؟ شنو؟ سويت الشيعة. انت سويت الشيعة. سؤالك انت بالضبط. انت سويت الشيعة. انت ما فعلت الشيعة يعني. شنو سويت الشيعة؟ نعم. طيب. عندك سؤال اخر؟
انت شنو قلت الشيعة بشيء؟ ما الشيخ بهدك ما عم اتكلم مع احد؟ اي حط حاولنا على الابدان لو سمحت. لا خلي خلي يقول رايك. خلاص قال ايته ماذا فعلت الشيعة؟ لا يمكن عنده شيء من لبنان. السلام عليكم. السلام عليكم. ما كان واضح ترى ما فهمتهم جيد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلوا. ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. محمد وال محمد. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وال محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد. سيد الشيخ حبيب حياكم. انا ابي اسالك سؤال. انا شعيه. نعم. ولكن قصة فدك في نص من الشيعة يقول كذب. ترى يا شباب ما دا أسمع زي. أنا مو سامع شباب. قصة فدك هناك ناس من الشيعة يقولون. يقولون. آه قصة فدك كذب. قصة فدك ناس من الشيعة يقولون كذب. طبعا الناس من هو الناس هذه عالم مثلا أسماء معينة ولا ناس عوام الناس. إيه 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 من الشيعة يعني. من العلماء الشيعة. يقولون لك مو مضبوطة. إيه العلماء الشيعة يقولون لك مو مضبوطة. من هذا العالم اسمه مثلا؟ وايد يعني ما أذكر اسمه. لا أخونا اسم. ناس يقولون إيه هل إحنا الحين أنا كإنسانة شيعية ضايعة بين صح وبين الغلط هل أؤثم؟ هذه واحدة. طيب. ألو. نعم نعم. إيه يعني هل قصة فدك هل صحيح؟ يقولوا الناس لو صحيح علي عليه السلام ما يسكت على اللي على فاطمة عليه السلام. نعم. أوكي واضح. خاصة يقول أمير المؤمنين كان شجاع كان قوي وينها عن فاطمة. طيب. عليه السلام. طيب. سؤال ثاني أختي. والسؤال الثاني عن نفسي أنا. أنا إنسانة وايد. يعني أضيع أعمالي بعصبيتي. شنو أسوي يعني شنو حلي؟ وايد أدعي وايد أسوي عصبيتي ما تروح مني. طيب. يعني أعمالي كلها تروح. طيب. إن شاء الله. أبي دعاء أبي شيء الله يعني يهديني. إن شاء الله. إن شاء الله أحسنتي. شكرا. حيا إن شاء الله. حياكم الله. منو عندنا الأخ أخت من لندن؟ السلام عليكم. عليكم السلام. حسن محمد من لندن. السلام عليكم. الله وبركاته. وعليكم السلام. هلا حسن. انا عندي كم سؤال للشيخ بس سؤالين اعرف ان عندكم هواي عالم قاعد يخابرون بس شيخنا السؤال الاول انه في عيون الاخبار الرضا مع الشيخ الصدوق اكو موقع يقول به الشيخ الصدوق انه الائمه عليهم السلام يغلطون يعني يسوون غلط اذا ما قاعد تغلط. والسؤال الثاني انه كيف ترد على اللي يؤمنون بالقران وما يؤمنون بالحديث يعني القرانيين. وشكرا والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسنت. طيب ابن فاطمه من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم سيد أبو حيدر؟ رحم الله والديك الحمد لله. وأنتم بخير إن شاء الله. كيف حال الشيخ؟ حياكم الله وإياكم أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله الشيخ أنا كيف حالكم؟ الحمد لله نحمده تعالى ونشكره بارك الله بكم. الحمد لله الحمد لله. مطولين علينا سماحة الشيخ يعني مت لما نراكم على البث المباشر بهذه الكيفية يعني. الله يبارك فيكم شكرا لكم. إن شاء الله إن شاء الله. مجرد مداخلة بسيطة الآن قبل قليل كنت أتصل بصديق يعني من المخالفين. نعم. يعني وعرضت عليه كثير من الأحاديث يعني عبر الهاتف عرضت عليه كثير كان ينكر وينكر علي يعني انتقاد لما يسمى بالصحيح للكتب الصحيحة يعني فإذا به يسمع طامات من الأحاديث يعني ليست الضعيفة يعني أقل ما يقال فيها يعني أنها أسوأ من الإسرائيليات نفسها فيعني حقيقة أصيب بالصداع
لم يصدق يعني الصدمة، كانت صدمة حقيقية يعني له، لم يصدق الواقع. يعني أحاديث مثل دخل علي يعني تعليم غسل الجنابة عائشة للأجانب، مسألة حاشاكم حاشا النبي صلى الله عليه وسلم بوله مستقبلا القبلة، يعني كثير كثير من الأحاديث. يعني باب فضل موسى عليه السلام إذ فقع عين النبي ملك الموت، إذ يعني طريقة تبرئة موسى عليه السلام، مسألة الحجر والثوب وأنه اتهام بني إسرائيل أنه آدر. يعني أصيب بالصدمة حقيقة، لم يصدق نفسه، يعني كلام لم يسمح طيل حياته. فإن شاء الله نرجو له الهداية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. دعاء إلهي آمين. أحسنت يا فاطمة. إن شاء الله، ولا تنسونا بالدعاء. بارك الله، بارك الله فيكم فاطمة. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت وبارك الله فيكم. طيب إذا أنا يا شيخنا نبدأ بالأجوبة، لأن بقى عندنا بعض الأسئلة من الإخوان. أخ أبو خالد يقول ما هو موقف الدين من الظلم والظلمة، الموقف الشرعي بالذات من هؤلاء فتح وحماس الأبواق أو الجهات التي تريد الدفاع عن فلسطين عن القدس إلى آخره، ما هو موقفنا الشرعي من هؤلاء كموقف فتح كمنظمة ليبرالية علمانية وحماس كنواصب؟ فتح وحماس والجهاد الجبهة الشعبية وما أشبه الفصائل الفلسطينية، هذه جبهة التحرير، كلها خذوها وضعوها في أقرب سلة للقمامة. أقرب سلة للقمامة كلها عبارة عن حركات منحرفة، بعض منها حركات وهذه الحركات يعني تتخذ عادة من فلسطين والقضية الفلسطينية التي هي قضية يعني لا شك قضية شرعية ويعني واجب في الجملة على كل مسلم ومسلمة أن يسعى بقدر استطاعته وبعد طبعا أخذ الإذن من حاكم الشرع في أن يساهم في طرد الصهاينة وطرد المحتلين عن فلسطين باعتبارها أرضا أو بلادا من بلاد المسلمين، وفيها بعض مقدساتنا أيضا، مقدسات المسلمين. ولكن ليس معنى السعي في ذلك أن يلتحق الإنسان بإحدى هذه الحركات المنحرفة الضالة أو الظالمة أو أن يؤيدها أو يدعو لها، لا، كما قلت سابقا نحن على مبادئنا، إن كان هنالك جهة عادلة يعني تتمتع بالعدالة الشرعية وتسعى لتحرير هذه الأرض وقفنا معها، أما إذا لم يكن وكانت هذه الجهة منحرفة ناصبية مثلا مثل حركة حماس ناصبية، كان لديهم منظر ناسي اسمه أنا صاحب كتب قبل كم سنة اغتاله الصهاينة وهو في غزة، وهذا كان يؤلف كتب ضد الشيعة قوية جدا، وهو يعتبر مو أحمد ياسين، لا شخص آخر يعني من منظري حركة حماس وصاحب مؤلفات كتب ومؤلفات، صورته شايفها واسمها مشابه لأن ناسي، وكان يقول أن الشيعة يعني الرافضة كفار ودماؤهم حلال وإلى ما هنالك. يعني حماس الآن تسكت عن مهاجمة الشيعة لأنها تمول من قبل النظام الإيراني، فعندها مصلحة شيئا ما مع هذا النظام يعني، فلذلك تسكت شيئا ما عن يعني مهاجمة الشيعة، وإلا بالأصل هي حركة ناصبية. والإخوة الذين يتواصلون معنا من داخل غزة، الإخوة الفلسطينيين المتشيعين، يئنون من الظلم الذي يعانون منه من حركة حماس لأنهم متشيعون.
كانوا قبل سنة أو سنتين في شهر محرم قد أقاموا مجلسا لهم في إحدى السراديب في إحدى يعني سراديب في غزة، وبعد كم ليلة جاءتهم قوة من حركة حماس واعتقلتهم وضربتهم وسوت لهم مشاكل كثيرة أيام محرم. مجلس لعزاء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وثم بعد ذلك أطلقت سراحهم طبعا مع كم من وافر من الركلات والضربات والعذاب. فنحن لا يجب أن نقف مع هؤلاء، المؤمن كيس فطن. يعني ماذا نتصور؟ وقفنا الآن مع حماس فرضا، نظام الإيراني يمولها كل رواتب حكومة حماس في غزة كلها تأتي من طهران، لأن يعني العرب لا يدفعون لها شيئا. طب وقطر بدأ يدفع شوي؟ قطر يدفع بس مو بالكم الإيراني. ليش؟ لأنه عنده تصريحات، أنا سمع يعني قرأت تصريحات إعلامية عن مسؤولين في حماس، يمكن خالد مشعل كان، أنه يعني يسأل تسأله الصحيفة أنه لماذا أنتم يعني عندكم علاقات طيبة، يمكن كانت صحيفة مصرية في عهد حسني مبارك أيضا، كان لماذا عندكم علاقات طيبة مع طهران وأنتم تعرفون مواقفها والمد الشيعي والما أدري التهديد الإيراني والإلى آخره. فيقول نحن الجهة الوحيدة التي تمولنا يعني رواتب الموظفين وما أشبه هي إيران، فكيف إحنا نقف ضدها؟ يعني فهم يقفون مع إيران من أجل المصلحة. وإلا إذا افترضنا الآن وقفنا مع حماس مولناها قويناها، ثم يأتي زمان نفرض أنه حماس تحتل كل فلسطين، يعني أصلا تطلع الصهاينة كلهم وتقضي على منظمة التحرير حركة فتح وأبو مازن وما أدري كلهم يحكمون كل فلسطين كلهم. هل تتصور أن في ظل حكومة حماس سيسمحون مثلا للشعب الفلسطيني أن ينتقل إلى التشيع، أن يبنى مسجد شيعي في فلسطين، أو تبنى حسينية في فلسطين، أن تنشر الكتب الشيعية في فلسطين مثلا؟ أم أنه سيمارسون أقسى أنواع الاضطهاد لكل ما به رائحة الشيعة؟ يعني طبيعي، فما الذي استفدنا؟ يعني نقوي هذه الجهة على أساس طرد الاحتلال وثم هذه الجهة تضطهدنا، لا فائدة. لا نرتكب أخطاء استراتيجية، المفروض أن نكون حاذقين. نعم، في حالة واحدة يجوز الوقوف مع هؤلاء أو حتى مع الكافر، إذا أذن حاكم الشرع، إذا أكو حاكم شرعي عادل يأذن لمصلحة ما هو يقدرها، يقدرها طبعا بعد ما يعني ينظر فيها مليا، يحسب كل الحسابات بحيث بالفعل تكون هي في ميزان الشرع مصلحة شرعية، ساعتها إذن يجوز. ما عندنا حاكم شرع جوز، حاكم شرع عادل يعني جوز الوقوف مع هؤلاء، فلا نقف معه. أحسن شيخنا. الأخت المتشيعة طلبت من عندنا تعليم الصلاة والوضوء إلى آخره، في عندنا برنامج لتعليم الوضوء والصلاة على فقه محمد وآل محمد عليهم السلام، إن شاء الله المخرج يخبرني بأي يوم بيحطه أو يعرضه، هو موجود على اليوتيوب صراحة، موجود على الإنترنت، بس نحن نعرضه على قناة تقريبا مرة في الأسبوع إن شاء الله. الأخ المخرج يعطيني خبر أثناء البرنامج، إذا أعطاني خبر متى بيعرضه أقول لكم إن شاء الله. إحنا نهني هذه الأخت ونسأل الله تعالى لها الجنة بشفاعة محمد وآله عليهم الصلاة والسلام. ولكن أنا أيضا إلى حد ما تعجبت أنه إذا كانت عندها مشكلة في الصلاة أو مشاكل تريد أن تتعلمها، يعني فزوجها شيعي هو كلمنا قبلها، أي فيعني ليتكفل بها إن شاء الله، يعلمها جيدا طريقة الوضوء طريقة الصلاة، وإن شاء الله أيضا إحنا أيضا في خدمتهم إن شاء الله الشيء الذي نقدر عليه، وإن شاء الله سهل الأمر يعني سهل المؤونة إن شاء الله. إن شاء الله. الأخ أبو حيدر من أمريكا، الأخ أبو حيدر شيخنا من أمريكا يقول كيف نسمح لأنفسنا أن نقول عائشة كفرت في أحد الرسول صلى الله عليه وآله وأبقاها على ذمته، فكيف يجوز الزواج من كافرة وأبقائها على ذمة؟
إيه هذا الأمر إحنا أجبنا عليه كرارا ومرارا، فقلنا بأنه عائشة حكما من جهة الحكم ليست كافرة، وإنما تحكم بأحكام المسلمين لأنها منافقة. نحن لما نعبر عن عائشة كافرة قصدنا باطن عائشة، كذلك لما نعبر مثلا عن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول ماكو واحد من المسلمين إحنا والمخالفين يخالف في كفره، يعني يقول هو كافر، القرآن وصفه هكذا، السنة وصفته هكذا، مع ذلك إذا الكافر شلون النبي صلى الله عليه وآله يصلي عليه؟ يتجوز الصلاة على كافر؟ هو صلى عليه مثلا حتى كفنه بقميصه الشريف إلى هالدرجة، وقف على قبره وكان يسمح له بدخول المسجد، إذا كان كافرا فهو نجس فلا يجوز أن يدخل المسجد، شلون سمحوا له؟ شلون سمح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يعامله بمعاملة المسلمين لأنه منافق. المنافق ما معناه؟ أنه يبطن الكفر يظهر الإيمان حتى وإن علمت أنه كافر في واقعه، يعني في باطنه، ما دام يتشهد الشهادتين فتجري عليه أحكام المسلمين وإن كان منافق. جماعة كثر في المدينة كانوا منافقين، ولكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وآله أجرى عليهم حكم المسلمين. يجري عليهم حكم المسلمين يعني شنو؟ يعني يطهرون، ما يكونون نجسين، يدخلون المسجد، تحل ذبائحهم، تجوز مناكحتهم. المنافق يخطب مسلمة يتزوجها ماكو إشكال، المسلم يخطب منافقة يتزوجها ماكو إشكال. منافقة منافقة يعني هي كافرة في الواقع، كافرة في باطنها، ولكن تظهر الإسلام. خلص أمرنا أن نحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر، فهذا ليس مخالفا لشرع رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله تزوج امرأتين منافقتين، عائشة وحفصة، القرآن أثبت أنهما منافقتان، فقد صغت قلوبكما، يعني شنو؟ يعني نفاق. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الصغو هو الميل والحيدة عن طريق الإيمان، وهذا تصريح من القرآن الحكيم بنفاق عائشة وحفصة، زاغتا عن الإيمان. فمع علم النبي بذلك ما طلقهما، ما طلقهما، لأنهما وإن كانتا كافرتين في باطنهما لكنهما في ظاهرهما مسلمتان، والأحكام في الشريعة الإسلامية تدور على الظاهر لا على الباطن. على البواطن ما تدور، شيء اللي في القلب ما نتدخل به، اللي علينا بالظاهر هكذا. فإذا هذا ليس مخالفا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن شيخ. الأخ أبو حيدر من كربلاء، السؤال لكم شخصيا شيخ، متى تعلن المرجعية لقيادة الشيعة المستبصرة؟ إن لن يرى ذلك اليوم، لن أعلن المرجعية يوما ما. وصل الخبر. طيب الأخ علي شرف من القطيف يقول المرجعية أيها الإخوة مسؤولية عظمى جدا، ولا يعني ينالها إلا من يكون جديرا بها عند صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أرى نفسي جديرا ولا أظنني سأكون جديرا، وإن شاء الله ما أكون جديرا، لأنه مسؤولية أريد الفرار منها، خلوني على وضعي. إذا يصير مرجع ما أقدر، يعني الوضع ما يتحمل، مرجع يصير عليه كثير من المسؤوليات، لازم يتحمل الكثير من الأمور، لازم يداري الكثير، نائب الإمام هذا مو أي واحد، لازم يداري، لازم يحسب حسابات كثيرة، مواقفه، كلماته ما راح تكون بسهولة يعني يقولها، لأنه لها تبعات، لها مضاعفات. عموما لما واحد يصير مرجع يتقيد كثيرا. أنا خلوني حر أقول كلمة الحق، خلوني أي خلوني هكذا، فما أسعى للمرجعية. قلت سابقا يعني كم مرة هذا دا أقول أنه الحمد لله، وإن شاء الله الله عز وجل يعني يبعدني عن هذه المسؤولية، وإن شاء الله يبعدكم عن أن تفتنوني بنفسي أيضا، لأنه هذا كثير دا يتكرر مع الأسف، وما مرتاح أنا من هاي الدعوات
والمناشدات. فلا لست أهلا، وفي نفس الوقت مسؤولية أفر منها. وخلوني أنا هالشكل أقول كلمة الحق سياف. أي خلوني على موقعي زين، على موقعي زين. حفظك الله شيخنا. الله يحفظ. طيب الأخ علي شرف من قضية كوف، هذا اللي فهمته منه قال ماذا فعلت للشيعة، مو سويت للشيعة، كان هو قال لا قبلها أنه هو كان مقلد. لا 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 ما له علاقة. علي قال علي شرف قال ماذا فعلت للشيعة، وهذا سؤال عام جدا يعني ما مو واضح يعني شنو قصده من أي ناحية يعني ماذا فعلت. يعني هو الظاهر نبرة انتقادية كان عنده، لذلك ردتك أنه تخلي إلى مجال أكثر حتى أفهم شنو الموضوع، لأنه هو أولا تكلم قال مقلد الإمام الشيرازي وبعدين عدلت للسيد السيستاني وسويت للشيعة وسويت للشيعة، ما فهم شنو ربط هذا بهذا وبعدين شنو قدمت للشيعة، ما فهم جيدا. يعني بس الظاهر اي الضغط بسبب هذا الموضوع عدل فهنيئا له، مو مشكله. اذا عدل بسبب هذا، اولا ليش يحسب مواقفي على المرجعيه؟ ما له ربط يعني، شنو يعني؟ ولا تزر وازره وزر اخرى. هسه اذا افترضنا هذه وازره فما تزر يعني المرجعيه، المرجعيه شنو لها علاقه؟ وثم عدلت يا اخي على البركه، مو مشكله يعني عدلت. الله يبارك لك ويوفقك. يعني الظاهر هو في سياق الانتقاد، يعني يريد أن ينتقد أنه هذا مثلا مسارك مو صحيح، أنت شنو قدمت للشيعة، أنت دمرت الشيعة. أنا أكمل، هو خلي ينطيني أول كلمة أنا أكمل الباقي لأنه أحافظ أعرف شنو هذا. مو أخلاق أهل البيت، مو أخلاق أهل البيت. إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. حافظينها كلها موجودة كلها محفوظة. شايف شلون؟ كونوا زينا لنا لا تكونوا شينا، حافظين احنا كلها موجود. فإحنا بس كلامنا أيها الأخ الكريم، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنت معارضا لنا، أنت أوجه لك هذا الخطاب، الإمام الصادق عليه السلام يقول من أخلاق الجاهل أي أن يتكلم لا شنو أن يجيب أن يجيب قبل أن يسمع. مضمون الحديث أن يجيب قبل أن، من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمع، والمعارضة قبل أن يفهم، والحكم بما لا يعلم. قبل أن تعارض افهم، تتبع جيدا. انت عندك هذه جهة الآن، هذا الرجل والجماعة الصحابة اللي معه عندهم جهة، عندهم قناة، أكو عندهم مواقع موجودة في الانترنت، عندهم طرح فكري معين، خط فكري معين، ومشروع معين. إياك أن تقيمه قبل أن تفهمه، لأنه المشكلة الآن في الأمة أولا ما تسمع، إذا هم تسمع النزر اليسير، تستمع لمقاطع مقتطعة مجتزأة فتبني عليها، هذا ما يوصل إلى نتيجة. أنت لازم تأخذ لنفسك فترة من الزمن، لأنه هذا عبارة عن منظومة فكرية كاملة، تتبع جزئياتها من الألف إلى الياء بعدين تقيمها، بعدين ليصير فورا تحكم بما لا تعلم، تعارض قبل أن تفهم، تجيب قبل أن تسمع. اسمع زين، روح أخذ المحاضرات كلها من أولها إلى آخر، اسمع، خذ لك فترة إن شاء الله سنة، اسمع جيدا حتى تتنور، حتى تعرف إحنا ماذا نقول، لأنه كثير من الشائعات والأقاويل نقول بها ونحن لم نقلها، تحريفات لما نقول. من جملة ما نهاجم به أنه إيه هذا الشيخ يقول ماكو تقية، مطلقا ماكو تقية، والتقية حرام، ما قلنا هذا الكلام. مثلا كم مرة شرحنا هاي الأشياء، ما نريد أنه الآن ما عندنا وقت حتى نشرح كل هذه الجزئيات، ولكن أملنا هو هذا، أملنا هو معلق على الوعي فقط. لما الواحد يسمع من الأول إلى الآخر
يسمع المحاضرات، يقرأ الكتب، يقرأ ما هو في المواقع مثلا، يقرأ مثلا أو يسأل أيضا كثيرا، يسأل الأخوة موجودين يجاوبون على التليفونات دائما، سلسلة محاضرات كاملا يسمع، بعدين يعرف، بعدين يقدر يجاوب على هذا السؤال، هل قدمنا شيئا أم لم نقدم. يعني هذا الأخ الآن المعارض من القطيف يمكن ما يعرف، يمكن اليوم فاتح القناة، البارحة فاتح القناة، ما يعرف أنه إحنا الجهة يمكن التي تكون يعني أكثر جهة سببت هداية للبكريين، يعني الذين تشيعوا عن طريقنا حسب الظاهر أكثر من الجهات الأخرى، يمكن ما يدري هذا، يعني ما متابع القناة، ما شايف كم واحد معلن تشيعه على إيدنا وببركة هذه القناة المباركة، وكم واحد يحضرون أيضا حتى لإعلان تشيعهم ها هنا، فضلا عن من يتصلون، فضلا عن من يرسلون الرسائل إلى المواقع وما غير اللي يعلنون سرا. هذا إذا أنت ما تعتبره إنجاز، ما تعتبره أنه قدمنا شيئا، فصراحة الخلل عندك، الخلل عندك، لأنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، يعني مجرد رجل واحد إنجاز قدمت شيئا، فكيف إذا برجال ونساء وعوائل بحمد الله تعالى، يعني هذا الشيء على الأقل هكذا، يعني إحنا نتمنى يوم القيامة يكون عندنا حظ يعني من شفاعة الزهراء وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إنه هذا نقدمه، يعني هذا إحنا بضاعة ما عدنا بس بضاعة مزجات، يعني الشكل قدمها نقول إن شاء الله هذا مقبول، هذا اللي إحنا نقول إحنا هدفنا هذا، إحنا ترى ما عندنا هدف آخر، هدفنا هو زيادة شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في العالم وتقوية الشيعة بحيث الشيعة يصبحون فاهمين عقيدتهم جيدا، رافضة عن حق، إيمانهم قوي، عندهم شجاعة، عندهم جرأة، حتى يرفعون عن أنفسهم الظلم والاضطهاد ويصيرون سادة الأمم. هذا هدف، إحنا هدف آخر ما عندنا، تحرير الإنسان الشيعي، هذا هدف، نريد كل العالم يصيرون شيعة موالين لأهل البيت، معادين لأعدائهم، ومتحررين من القيود التي تمنعهم من الحركة والانطلاق والإبداع، والإبداع أحسنتم، والعلو والمجد والسيادة، يصير الإنسان الشيعي سيد العالم، هذا المطلوب، هذا هدف مشروع، هذا هدفنا. الآن إحنا بس نوفر الأجواء الصحية لنمو هذه الحالة، إحنا بس هذا كله بهد ننشر شنو الأجواء، الأجواء نخليها شنو أجواء صحية، لأن الأجواء عندنا مرضية نحاول ملوثة، ملوثة، نحاول قدر المستطاع نصلح الوضع حتى تصير البيئة مساعدة لنمو الشيعة في العالم، سواء نموهم العددي الكمي أو الكيفي، نمو، نحتاج نمو، حالة نمو، نهضة، نحاول نوفر البيئة المساعدة على ذلك. قناة فدك محاولة متواضعة لتوفير هذه البيئة قدر المستطاع، والحمد لله ده توفر ببركة أهل البيت، ببركة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وإلا إحنا ترى كلنا بدأ مني أنا وكل الموجودين محيطين بي ما نسوى شيء صراحة، ولا نقدم شيء حقيقي، يعني عمل الشكل عمل العاجز، بس البركة اللي تأتي من أهل البيت عليهم السلام من الزهراء هي التي تجعل هذا الأمر ينمو، ما كان لله ينمو هكذا، وإلا إحنا صراحة جهودنا جدا متواضعة، إمكانياتنا هم متواضعة، همومنا هم كثيرة، المشاكل التي تأتينا كثيرة، شلون تمشي القناة؟ تمشي بركة الزهراء عليه الصلاة والسلام، الزهراء عليه السلام تجعل مودة في قلوب المؤمنين والمؤمنات لهذه القناة المحاربة من القاصي والداني، فهؤلاء المؤمنون يتبرعون للقناة، يمشون القناة، هي القناة هذه إذا تنقطع عنها تبرعات هو على هذا اللي يتبرع 100 يورو، هذا 200 يورو، على التبرعات، إذا هذا ينقطع القناة توقف خلاص، شاشة سوداء ماكو شيء. هسه القناة هذه مشت، صار لها الآن كم إيش قد صار لها سنة، ويمكن 10 أشهر، يعني سنتين تقريبا، ومد مدوا إرسالها إلى أمريكا وكندا الآن،
تتمدد وتنتشر، يوم عن يوم الناس يجون إلى هذا المنهج أكثر، عوائل تبايع على هذا المنهج من كل مكان، الكل يأتي. الحمد لله احنا جئنا هذه البلاد أيها الإخوة، مثل ما نقول إيد ورا وإيد قدام، ماكو شيء خالي الوفاض. جئت إلى هذه البلاد خالي الوفاض أبدا. الآن الحمد لله صار أكو إقبال على هذا المنهج، صار أكو تمدد، صار أكو انتشار عجيب وغريب. اسم قناة فدك هز البكريين، هز السلاطين وحكام، ولذلك ممنوعة من النايلسات والعربسات وما شاك. فالأخ عليه أن يفهم جيدا ما هو هذا المنهج، ما الذي يدعو إليه هذا المنهج، ما الذي حققه هذا المنهج. وإحنا ما ندعي أنه هذا المنهج 100% معصوم من الخطأ، ماكو عصمة إلا لأهل العصمة صلوات الله عليهم. لا شك عندنا أخطاء، عندنا تقصيرات، غفلنا عن أمور، اشتبهنا في أمور، لعله في حركاتنا، في أعمالنا، في خططنا، في مشاريعنا، ما ندري. فإحنا بالعكس نرحب أنه واحد ينقد، ولكن لا بد أن يكون النقد موزونا. يعني هذه النبرة، هذه اللغة، أنت ايش قدمت؟ خلص مو نقد علمي، ليس موزونا، ليس فيه إنصاف. أو واحد يتصل يقول أنتم ما عندكم غير السب والشتم، ليس بإنصاف، لأنه القناة تفتحها ليل ونهار سب وشتم. يعني ليل النهار بس أكو سب 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 شتم هالشكل، ماشيين هالشكل. يعني لو أكو بحوث علمية مدعمة بالمصادر في مختلف الأبواب، عندنا برامج عن الأسرة مثلا، وهذا مو سب وشتم مثلا. يعني عندنا بحوث قرآنية عن القرآن، وهذا مو سب وشتم. نعم عندنا بحوث برائية ندفع فيها باتجاه ماذا؟ الذب عن أهل البيت عليهم السلام ومهاجمة أعدائهم، كسر أعدائهم، هزيمة أعدائهم. هذا موجود، هذا لون من ألوان قناة فدك. نعم هو اللون الطاغي نقدر نقول، لأنه هذا اللي مورد نقص الآن في الأمة، هذا الذي ينقصنا. قنوات كثيرة تقدم برامج عن الأسرة، قنوات كثيرة تقدم برامج ولائية مثلا، ولكن قنوات قليلة تقدم برامج برائية وتسمي الأشياء بمسمياتها وتكشف للناس مدى خباثة أعداء أهل البيت والذين انقلبوا وانحرفوا عن رسالة رسول الله وعبثوا بدينه صلى الله عليه وآله. هذه الرسالة رسالة خير، الحمد لله. الناس المخدوعين من أبناء الطوائف الأخرى يتجهون إلى هذا الدين، إلى دين محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام ببركة هذه القناة. فلا بد أن يكون الشخص متوازنا في النقد، إحنا ما نطلب أكثر من التوازن والإنصاف فقط. أحسب هذا الأخ الكريم من القطيف إما مشوش الفكر، إما أنه واقع ضمن شلون أسمي ياسر فوبيا، أكو ياسر فوبيا صار هالشكل، فدك فوبيا. إنزين خدام المهدي فوبيا، يعني هاي الأجواء العدائية، مثل الأخ اللي اتصل ما أدري من ألمانيا طلب براءة الذمة الآن من ألمانيا، يمكن اتصل قال اللي من ألمانيا والعراق ما أذكر أي، أنه من العراق أي، قال إحنا نطلب براءة الذمة لأنه نلنا منكم يعني بسبب عمائم العالمين الثالث والرابع. إيه لأنه الأجواء، هو شنو ينشر، هو المشكلة يواجهك بماذا؟ هذه العمائم المنحرفة تواجهك بماذا؟ تواجهك بالإشاعات، بالافتراءات، بهتان، بالبهتان، بالأكاذيب، بتشويه السمعة، يزرع في قلبك الشك. ترى تسمع على هذا عميل، هذا عميل، عميل سيد المقاومة طلع قال عميل، وهذا يتقاضى من مصرياته، من ديفيد كامرون، أبو ناجي، من أبو ناجي، من إسرائيل ومن أشبه، يزرع الشك، يحاربك بهذا، فيخلي ذاك شنو ما يستقبل منك كلام، يخاف يسمع يمكن محاضرة كاملة يسمعها يباوعها على قناة فدك كاملة يشوفها إيه صحيح. يعني هذا اليوم أكو أحد يختلف عليه؟ يعني ما تصور واحد شيعي يختلف على ما طرحت اليوم في ورقة البحثية، أحد يختلف؟ يعني أنا دا أدافع
عن أهل البيت عليهم السلام أقول أيها الناس هاي الإشاعة اللي مطلعينها البكريين أنه أهل البيت ترى كانوا يحبون أبو بكر وعمر وعثمان أعداء أهل البيت لأنهم سمين أسماء أبنائهم على أسماءهم. أنا نسفت هذا الشيء، بيّنت أنه هذا باطل، هذا المفروض كل شيعي يفرح به في العالم، ولا شك حتى الشيعة ذولا المضللين اللي هؤلاء يحاولون إبعادهم عنا، لا شك لما يسمع يشوف كلام صحيح كاملا بس يخلص يمكن يقول شنو، يقول لا هم ما أقبل عميل عنزة ولو طارت. شايف شلون؟ هالشكل يعني عندنا هالمشكلة، هذه موجودة لأنه حالة وعي، مو بس موجودة فقط في الشيعة، موجودة عند البكريين، موجودة عند كل الطوائف. نصراني هم بعضهم متعصبين نصارى، تجي تقول له بالمنطق بالعلم تقول له يا أخي هذا الثالوث هذا اللي تعتقد به هذا باطل، هذا منطقيا باطل، عقليا باطل، وجدانيا باطل، فطريا باطل، كل شيء باطل. هم يصدق عنزة ولو طارت، أكو ثالوث أكو ثالوث، آب وابن وروح القدس، لو يعجبك لو ما يعجبك. هذه مشكلة الوعي عند الناس، صعب الناس تحتاج إلى وقت حتى تستوعب. فإحنا بس نطلب من هذا الأخ الكريم ومن جميع الإخوة أن يسمعوا جيدا، خذ لك فترة تأمل، أولا ابتعد عن الأجواء التي تحرضك يعني تنفرك وتبعدك عن هذا الاتجاه، يقول لك لا تسمع لهم. شايف شلون؟ أخذ لك فترة، قول أنا هسه سمعت من هذا الطرف، خلي أسمع من الطرف الثاني، أخذ لك فترة سنة، طالع قناة فدك يوميا، طالع شوية اللي مقدار اللي تقدر، روح على موقع القطرة، روح اسمع المحاضرات اللي موجودة، وشوي شوية بعدين راح تبتدي تفهم، وبعدين تقدر تقيم، شوف تقدر تصمد أم لا. لأنه إحنا إلى الآن أنا لا أتذكر شخصاً عمل بهذه النصيحة منا وقدر يصمد، يعني آخر شيء أخيراً هم يقبل لأنه الحق يفرض نفسه. الحمد لله يعني ينجذب ويأتي، وأنتم تشوفون النماذج، هذا مجلسنا اللي الآن يأتون إليه، هؤلاء منهم مو كانوا اللي ضدنا سابقاً، الحمد لله دي يكثرون دي يجون اليوم بعد يوم، ما يقدر يصمد. أهم شيء ما يصير مثل ذاك الأخ اللي قلت لكم قصته سابقا، أنه قبل سنوات قبل يعني ما يكون عندنا قناة قبل كل شيء، يعني جاءني طلب موعد وقعد وياي ذات مرة، وكان سامع هو عن منهجنا وكذا، فبدأ يحب يسمع مباشرة، فقعدت وياه ما أتذكر ساعتين ثلاث ساعات فترة طويلة يعني، فبدأت أكلمه وهو هم يناقش ويعترض ويناقش ويعترض وإلى آخره. آخر شيء قام قال شيخنا اعذرني أنا لازم أروح، ما كملنا الكلام إلى الآن، كل الشبهات اللي طرحها وكل المناقشات والاعتراضات ما أجبناها. فقلت ليش دا تقوم؟ قال شيخنا اعذرني أنا إلى الآن نصف دماغي مغسول، فأريد أحافظ على النصف الثاني، إذا أقعد بعد شوية النصف الثاني أم راح يروح يغسل. تغسل كل دماغي ما أقدر، خلي أروح أثبت هذا اللي موجود عندي شوية أبقي. هذا كان متأثر بالاتجاه البتري، كان بتري هو يعني إلى حد ما، فصدق يعني شوف هاي مشكلة. أنا قلت له الله وياك بعد شنو أسوي إذا يقول نصف دماغي مغسول، يعني شنو معنى نصف دماغي مغسول؟ يعني قصدي اقتنع، شايف شلون؟ ما يريد يقتنع بالباقي بعد خلص. فبالفعل راح، وذاك يوم وهذا يوم بعد ما شفته ابدا. فسبحان الله هو حرم نفسه من ان ياتي فيه توفيق، توفيق يحتاج بالفعل توفيق. فبس نصيحتنا للاخ الكريم لجميع الاخوه، اخذوا لكم فتره هكذا تامل تقتل الانفاس، سمعوا زين، بعدين اذا شفتوا اكو شيء يستحق المعارضه عارضوا. شيخنا عندنا اربع اسئله باقي ترى. الاخت من لبنان الظاهر، قصه فدك في بعض المعممين تقول، بعض العلماء تقول انهم يقولون انها قصه كذب وهي ضائعه بين الصح والخطا، هل تؤثم على هذا؟ الاخت المكرمه اولا عليها ان تعي جيدا انه ما من عالم شيعي يقول بان قضية فدك غير ثابتة وأنها ظلامة للزهراء عليه الصلاة والسلام، من يقول بهذا خارج عن التشيع. يعني أنا حتى ما أظن حتى محمد حسين فضل الله ما يقول بهذا الكلام. هي راحت على موضوع حادثة الاعتداء على الزهراء عليه السلام. حادثة الاعتداء موضوع آخر، هي سألت عن فدك. هذه خلي الآن نجاوب على هذا وهذا. نقول قضية فدك
الذي نعرفه ما من عالم شيعي ما يقول فدك حق الزهراء عليه الصلاة والسلام وأنها ظلمت من قبل الطاغية الأول أبي بكر لعنه الله لما سلب منها هذا الحق. هذه كلمة الشيعة، إجماع الشيعة، هذا إجماع الشيعة، يعني هذه كلمة التشيع. هذه إذا هسه واحد يطلع منحرف ما أدري، يجوز كان فترة من الفترات المنتظري الهالك، فترة من الفترات منتظري في أيام وجوده طبعا بالحكم، كان يعني كان ثاني اثنين إذ هما في الحكم، شايف شلون؟ زين، كان هكذا، كان مشكك في قضية فدك، كان عنده خطاب سيء، شكك في هذا الأمر لأنه يريد وحدة المسلمين وما وحدة المسلمين، بعدين اعتذر، هذا كان منتظري. أما حتى محمد حسين فضل الله ما بلغني عنه قط أنه شكك في فدك. نعم شكك في قضية الاعتداء على الزهراء عليه السلام، الحملة العمرية على الدار لما يعني ضربوا الزهراء عليه السلام، كسروا ضلعها، أسقطوا جنينها، هذا يعني هذا اللي شكك به. أما قضية فدك ما أظنه يشكك. فأولا الأخت المكرمة عليها تفهم، فدك عليها إجماع، حتى قضية الاعتداء على الدار عليها إجماع، الذي ينكرها هو البتري مثل محمد حسين فضل الله، هذا بتري عنده يريد يسوي تطبيع، هذا مو من خط الممانعة، خط المقاومة الممانعة، لا هذا مع خط التطبيع، خط الاعتدال يسموه الآن، يسموه ذو الاعتدال، خط المقاومة والممانعة سوريا، شو اسمه بشار الأسد، منو بعد وحسن نصر الله، ومنو بعد وحماس. وإيران وحماس، هذا خط الممانعة، هذا خط الممانعة والمقاومة. أكو مقابلة شنو؟ خط التطبيع، حسني مبارك كان، آل سعود، ما أدري أردن، أردن أصلا ما يحتاج تطبيع، هو أصلا بجيب هذا ملك الأردن، هذا بجيب الصهاينة، هذا يلعبون بالريموت كنترول يحركوه. فإحنا خط المقاومة، إحنا خط الممانعة، إحنا مو خط التطبيع، إحنا نقول ماكو تطبيع مع أبي بكر وعمر، ماكو، هذولا ظلمت الزهراء، قتلت الزهراء. أكو خط نذل خسيس مثل خط التطبيع هذا اللي آل سعود وملك الأردن وحسني مبارك وغيره وملك المغرب وأمثاله، اللي سووا تطبيع علاقات مع الكيان الصهيوني. أكو عندنا خط خسيس أيضا مثله في داخل العالم الشيعي، هذا خط التطبيع مع الكيان البكري، مع الكيان العمري، مع الكيان العائشي، خط تطبيع يريد يطبع علاقات، إلى متى المشاكل، إلى متى يعني إحنا عداوات بيننا وبين أبي بكر وعمر وعثمان، يعني سالفة قبل 1400 سنة، شلنا شغلة بهاللغوة هاي كلها، خلي نطبع العلاقات، نصير متحابين، نصير متآلفين إلى آخره. إحنا نقول ماكو تطبيع، كلا للتطبيع، هذا اللي إحنا نقول. نعم للمقاومة، نعم لمقاومة المنافقين والمنحرفين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين حرفوا دين رسول الله، نعم لمقاومة ظلمة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. ماكو تطبيع، أكو ثارات، إحنا عندنا ثأر مع أبي بكر، ثأر مع عمر، ثأر مع عثمان، ثأر مع عائشة، ما نقبل، لازم نقاوم هؤلاء، أي نقاوم شخصياتهم الاعتبارية، لأنه هاي الشخصيات لها اعتبار عند المسلمين، لازم هذا الاعتبار ننسفه نسفا حتى يعود الجميع إلى أهل البيت، فنكون أسقطنا هاي الشخصيات. هذا دورنا، هاي رسالتنا، إحنا الرافضة هاي رسالتنا، إحنا المعارضة الإسلامية، المقاومة الإسلامية. زين، فأكو ناس خونة بتريين في أوساطنا موجودين، هذول مثل غدد سرطانية صايرين، شايف شلون؟ في داخل الجسد الشيعي، هؤلاء يريدون تطبيع، فحتى يسوي تطبيع لازم يتنازل عن الأمور التي تقف عائقا أمام التطبيع. آل سعود يقولون إحنا إذا تردون نسوي تطبيع مع إسرائيل نقبل،
المبادرة العربية في بيروت مال ملك عبد الله اللي كان ولي عهد، شنو من شروطه؟ الاعتراف بحق العودة. يقول هذا عائق، انتوا تنازلوا عنا اعتراف بحق العودة، احنا نقبل نسوي تطبيع. زين، فمثل هذا اكو عوائق للتطبيع مع الكيان البكري، كيان السقفي. شنو من العوائق؟ من اهم العوائق قضية الزهراء، ان الزهراء ظلمت أم لم تظلم، قتلت أم لم تقتل، اعتدي عليها أم لم يعتدى عليها، هجم على دارها، كبس على دارها أم لا، كسر ضلعها أم لم يكسر. هذه كلها شوف مفردات تقف عائقا أمام التطبيع. يعني تجي تريد تقول للأهوازي خلص اعترف بعمر، سوي اعتراف بعمر، يقول ما اعترف. هذا صاحب اليد الخبيثة التي لطمت الزهراء عليه السلام. ما أقبل لو على قصر قبتي، ما أعترف بعمر، ما أعترف. أنا رجل أهوازي أصيل عربي من أعراق عربية معروفة، إحنا العرب عندنا الاعتداء على امرأة، أي امرأة خط أحمر. فشلون إذا تكون بنت رسول الله سيدة نساء العالمين صلى الله عليه وسلم؟ لا، على رقبتي هاي ما أقبل. أطبع مع عمر، أعترف بعمر، ما أعترف به، أبرأ إلى الله منه، ألعنه، أرفضه تمام الرفض. فيجون ذولا شي يسوون؟ محمد حسين بكر هذا إيه محمد حسين بكري بتري شي يسوي؟ يريد ينزه عمر وأبا بكر من جرائمهما تجاه الزهراء البتول صلوات الله عليه. فيبدي يشكك، لا ما هجموا، ترى أصلا ماكو، ما كان أكو بيبان ذاك الزمن، بيبان أصلا ماكو، شلون تقول كسر الباب ودفع الباب وبين الحائط والباب، ماكو أصلا بيبان. شنو كان أكو؟ كان أكو ستائر مثلا، مثل هذا اللي كان بالقطيف قام في وسط مجلس قال وده يقوم يقول يا قالع ستارة خيبر. قالوا له شنو يا قالع ستارة خيبر؟ يقول يا قالع باب خيبر. يقول لا مو قالوا ماكو بيبان؟ ده يطعن في ذولة يعني، شايف شلون؟ هالشكل يطلعون لك أشياء حتى يشككوك في قضية للعلم، قضية الزهراء حتى مفردات ظلامتها بالغة حد الاستفاضة عندنا أصلا. إذا تريد تلغي هاي قضية أنه هجموا على الزهراء عليه السلام وآذوها وإلى آخره، إلغي التاريخ كله بعد، أصلا ما يبقى شيء بالتاريخ، ما يبقى شيء، لأنه قضية الزهراء تتفوق على بقية الأمور التاريخية من حيث استفاضتها وشهرتها، معروفة في وسط الخاصة وحتى العامة يعترفون، حتى العامة يعترفون. فعلى الأخت الكريمة اللي اتصلت من لبنان أن تحذر من هؤلاء. الأئمة عليهم السلام قالوا ما مضمونه؟ من لم يعرف سوء ما أتي إلينا فهو شريك من أتانا أو ما منينا به. يعني إذا واحد ما يقر بظلامات أهل البيت عليهم السلام وما وقع عليه من المصائب والمحن، الله يحمل آثام من قام بتلك الجرائم في حق أهل البيت صلوات الله عليه. تتحمل الأخت أو أتحمل أنا وأنت يوم من الأيام آثام عمر تصير على كاهلي أيضا؟ نعوذ بالله. أو آثام مثلا أبي بكر أو عثمان أو عائشة ومن أشبه، نعوذ بالله. فالأخت المكرمة عليها أن تكون محصنة من هؤلاء، تتبع أهل البيت عليهم السلام، علماء مدرسة أهل البيت الذين هم على المنهاج السوي والصراط المستقيم، الذين كلامهم كلام أهل البيت، مو كلامهم كلام غير أهل البيت. أنت لما تشوفين واحد محمد حسين فضل الله يطلع على قناة الجزيرة يعبر عن أبي بكر هكذا، يقول أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، فورا نتخلين عليه إكس، تقولين هذا رجل يتكلم بغير كلام أهل البيت. أهل البيت ما قالوا عن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، أهل البيت لعنوا أبا بكر، جرموا أبا بكر، أدانوا أبا بكر، قالوا هو أول ظالم ظلمنا أبو بكر. عرفت شو؟ هاي أحاديث أهل البيت مستفيضة في هذا الجانب. فإن شاء الله الأخت الكريمة تصحح إيمانها وتحصن إيمانها، لا يؤثر عليها أمثال هؤلاء المنحرفين إن شاء الله. عندها سؤال آخر شيخنا، هي تبي ظهر عندها مشكلة العصبية والنرفزة، تبي لها حل أو نصيحة
إمكانية السيطرة على الغضب اللي عنده اللي يصير فجأة فجأة. بلي بلي. هنالك دعاء صلاة كلام. إيه هنالك مجموعة أمور تساعد في أولا للعلم، ترى الغضب يعني حالة الغضب بالفعل هي ركن من أركان الكفر، بالروايات هذا موجود أنه الغضب ركن من أركان الكفر، يعني الغضب يؤدي إلى الكفر نعوذ بالله. فالإنسان عليه أن يحرص على أن لا يغضب إلا في الله فقط، ما يغضب في أمور تؤدي إلى الكفر. واحد إنسان يغضب نعوذ بالله يسب الله نعوذ بالله، صاير هذا عند بعض الناس نعوذ بالله، فهذا كفر. فأكو أمور تساعد على إذهاب الغضب، الغضب علاج حالة الغضب بحيث الإنسان يعود إلى حالة التوازن. من هذه الأمور البقاء على الطهارة، يعني تحاول قدر المستطاع تكون على وضوء، كل ما ينتقض الوضوء تروح تجدد الوضوء، وتتوضأ بالماء البارد مو بالماء الحار، توضأ دائما بالماء الحار. إذا اعترتها حالة الغضب تجدد وضوءها في نفس الحالة حتى لو كانت على وضوء، تروح بالفعل وتتوضأ بالماء البارد. إذا اعترتها حالة الغضب، إذا كانت جالسة تقوم، إذا كانت قائمة تجلس، تبدل الوضعية. دوام الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هذا موصى به في الروايات لإذهاب الغضب. دوام دوام تسبيح الله وتهليله، أكو في الروايات إذا كان إذا شنو إذا يا ابن آدم، حديث قدسي تقريبا، يا ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي. شايف شلون هالشكل يعني؟ فواحد بس يغضب يذكر الله عز وجل، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مطلق الذكر أي شيء. هنالك أيضا دعاء في مكارم الأخلاق، في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي عليه الرحمة، أوله هذا، ترجع إليه الأخت إن شاء الله، أوله هذا: اللهم أذهب عني غيظ قلبي. أول الدعاء هذا إلى بعدين تتم دعاء قصير أيضا تواظب عليه، أيضا بعد كل صلاة مثلا تقرأه تذهب عنها إن شاء الله حالة الغضب، وبعض التوصيات الأخرى أيضا تراجعها إن شاء الله في كتب الأدعية، في كتب الآداب والسنن ومكارم الأخلاق ومشاكل، فيه توصيات إن شاء الله تذهب عنها هذه الحالة إن شاء الله إن شاء الله. عندنا سؤال من الأخ حسن من لندن يقول في أكو شيء أيضا، أكل الزبيب، أكل الزبيب، أكل الزبيب موصى به في الروايات للتذكر، الواحد اللي عنده حالة نسيان يأكل يوميا على الريق 21 جنة 21 زبيبة حمراء. وأيضا من الأمور التي موصى بها لأكل الزبيب لإذهاب الغضب، صير الواحد cool. أعصابه كول يكون أعصابه زينة. طيب شيخنا الأخ حسن من لندن يقول في كتاب عيون أخبار رضا والشيخ الصدوق ذكر عبارة أن الأمة يخطئون، هذا موجود؟ لا يعني لابد ينقل لنا نص الرواية حتى نفهم. إذا على افتراض أنه هنالك رواية بهذا المضمون أيضا فتكون إما صادرة على سبيل التقية يعني لي أنا ما أعرف هل هي حديث أو تعليق من الشيخ الصدوق، أو أنه يكون أمرا منحولا الأئمة عليهم السلام لا يخطئون، أو أنه الشخص ما فهم الحديث جيدا. وأنا ما فهم صراحة هل هو الحديث أو جزء من الحديث أو هي تعليق من الشيخ الصدوق. لا الشيخ الصدوق لا يقول الأئمة يخطئون، الشيخ الصدوق غاية ما هنالك يقول أن الأئمة يسهون، لأنه عنده قول بأنه حتى النبي صلى الله عليه وآله ليس معصوما من السهو. هذا أيضا ظاهر العبارة للعلم، هذا ظاهر العبارة، وإلا تحقيق المقام أنه لا يعتقد بإمكان سهو النبي والمعصوم كسهونا نحن، وإنما يعتقد بالإسهاء. الإسهاء يعني الله يسهي نبيه مثلا في الصلاة لمصلحة حتى يعلم الناس حكم السهو في الصلاة،
سجدتين، سجدتي السهو مثلا صلاة الاحتياط. شايف شلون؟ فهو إسهاء يعني من الله، يعني مو باختياره. يعني الله هكذا يحكم عليه. شايف شلون؟ فهذا ليس هو السهو الاصطلاحي المعروف. يعني كثيرين قرأوا عبارة الصدوق، تصوروا القضية هكذا، الصدوق يستدل بأحاديث ظاهرها الإسهاء لا السهو، مو أنه سهو منه هو النبي. لا لا مو سهو شيطاني، دا أقول سهو رحماني يصير إنجاز التعبير، يعني الله أسهاه. هي أحسنته هكذا. فالشيخ الصدوق ما يقول نعوذ بالله أن الأئمة يخطئون، الشيخ الصدوق يقول بأنهم معصومون ظهرا، بس هاي العبارة اشتبهوا في فهمها. لا. اشتبهوا في فهمها بخصوص السهو هذا، مو بخصوص الخطأ، بخصوص السهو أيضا. شايف شلون؟ وهو ليس سهوا، إسهاء، ومع ذلك هم مردود. احنا نقول أيضا ليس هنالك إسهاء، والروايات نحملها على محامل أخرى، فواحد لازم يفهم الرواية جيدا والكلام جيدا. طيب كيف ترد على الذين يؤمنون بالقرآن فقط ولا يأخذون شيء من الحديث؟ يؤمنون بالقرآن فقط القرآنيين ولا يأخذون شيء من الحديث، هؤلاء يحشرون مع عمر بن الخطاب. يقولون اللي قال حسبنا كتاب الله، مو هالشكل؟ هاي القرآنيين اللي موجودين على صفح منصور وما أدري منه، مو هالشكل؟ لا، في جماعة شيعة ظاهرة الشكل، جماعة المهري ومهري ما شنو، شيعة يقولون هذا الكلام. شيعة طيح الله حظهم، آخرتها يصيرون من جماعة عمر حسبنا كتاب الله. شنو هذا الكلام؟ القرآن حمال وأوجه القرآن. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله هذا الشيء حدده منذ البداية، قال خطين لا يفترقان، كتاب الله وعترتي. هذا حديث يقول لك ما أخفي. إيه بس حديث، بس مو أي حديث، هذا متواتر. يقول لك الحديث كله ما أخذه، ما تأخذ على أي أساس؟ إذا تقول هذا الحديث باطل يعني مكذوب رغم بلوغه التواتر، إذن ألغي القرآن، لأن القرآن إنما نقبل به لتواتره. نعم. والحديث هذا نقبل به لتواتره، نفس الوزان، على وزان واحد نفس الشيء. إحنا نقبل القرآن، السؤال هو ليش يقبل القرآن؟ كلام الله. سؤال عندك سند صحيح للقرآن؟ تبيان لكل شيء فيه. لا لا، ليش يقبل؟ إيش مدري هذا قرآن بالفعل هذا الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي وصلنا الآن، على أساس قبلنا به؟ يقول أنا ما يرقى إليه شيء، إيش مدري مو محرف، إيش مدري أنه هذا بالفعل ثابت؟ يقول لأنه متواتر، ما عنده شيء غير التواتر. يقول القرآن متواتر، شايف شلون؟ متواتر بالغ أعلى درجات التواتر، المسلمون اهتموا بكتابة القرآن، بحفظ القرآن، بتدوين القرآن، إلى أن وصلنا على هذه الصورة المحفوظة من النقصان، من التحريف، من الزيادة. صحيح؟ كذلك المسلمون ما اهتموا بحديث بلغ حد التواتر كحديث الثقلين، نفس الشيء، نفس الجماعة الذين حفظوا القرآن حفظوا حديث الثقلين من كل المذاهب، من كل الطوائف، نفس الجماعة الذين دونوا القرآن دونوا حديث الثقلين، نفسهم، نفس الأسناد، نفس الروايات، نفس الرجال، نفس المدونين، نفس الحفاظ، نفس المحدثين، نفس القراء، الكل. ماكو واحد على وجه الأرض من المسلمين شكك في حديث الثقلين، قال هذا مو مسموع من رسول الله، الكل قال مسموع. خلاف في ماذا؟ في تأويله، في معناه، يثبت الإمامة ما يثبت الإمامة، هذا موضوع آخر. فإذا أنت قبلت القرآن لزم عليك حسب المنهج العلمي أن تقبل حديث الثقلين. حديث الثقلين جعل هنالك ارتباطا وشائجيا بين القرآن وبين العترة، ما كن فكاك. النبي يقول وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، إلى يوم القيامة في حوض الكوثر هناك يبقى كل هذا مع هذا على طول الخط. فإذا أنت تقول آخذ الكتاب أهمل العترة فأنت منحرف. إذا واحد هم يطلع يقول آخذ العترة أهمل الكتاب أنت هم منحرف. لا. لازم تأخذ الاثنين معا بلا انفكاك. فالقرآنيون هذول اللي يسمون نفسهم قرآنيين ما هم بقرآنيين، هؤلاء منحرفون بدعة، ماشيين على بدعة عمر. عمر أول واحد قرآني إنجاز التعبير، لأنه قال حسبنا كتاب الله، قال ماكو سنة، ماكو
أحاديث ماكو. فهذولا فرخ لنا عمر بهذا الزمان، طلعوا لنا ذولا تفريخات عمر، ما كانوا يتشجعون هؤلاء على هذه الكلمة لولا عمر فتح الباب. حتى تعرف شقد مآسي إحنا عندنا. تقول أنا أهمل القرآن، زين القرآن يقول لك لازم تصلي، صحيح؟ كم صلاة موجود في القرآن؟ عدد ركعات الصلاة موجود في القرآن؟ اللي موجود في القرآن مواقيت الصلاة فقط، ذكر الصلاة ومواقيت الصلاة، ثلاث مواقيتها. ما موجود في القرآن كم صلاة وكم ركعة كل صلاة وشنو شرائط الصلاة وشنو واجبات الصلاة، هيئة الصلاة، فشلون ما تصلي؟ لو واحد مثل هذا، واحد من القرآنيين بالكويت إجا قال، يعني كتب سوى معه مقابل جديد، قال أنا صليت المغرب سبع ركعات، كيف أنا غير أساسا؟ ليش يكون أكو ركوع وصلي وانت نايم؟ قعد هالشكل نام تأمل باوع النجوم، قال أنا دا أصلي خلاص هذا، وقرآن الفجر قبل الفجر قوم افتح عينك شوية باوع من النافذة شوف النجوم صلي خلاص هذا كافي، لأنه القرآن هذا مدى يشرح لك هاي الأمور. فذولا شنو ما يصلون؟ ما يصلون، ما يزكون، ما يحجون، ما يسوون شيء، لأنه كل تفصيلاته جاءت ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني من الأحاديث الشريفة. والأحاديث الشريفة إذا تريد تميزها أنه الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة، أول شيء لازم تعمل بحديث ثقلين، تروح على العترة هم يقولوا لك شنو جدهم النبي شنو قال، قال هذا الحديث لو ما قال، هذا مكذوب عليه لو هذا صحيح عليه، حتى تعمل تخلي الميزان العترة، شايف شلون؟ وهكذا تصير عندك بالانس، توازن قرآن وعترة، قرآن وعترة يصير دينك سليم، تلتقي عند النبي صلى الله، تلتقي به عند الحوض، حوض الكوثر، شايف شلون؟ تلتقي عند أمير المؤمنين عليه السلام هناك. أما تريد تلغي هذا أو تلغي هذا، واحد من الثقلين يصير أكون حراف في الميزان، فشنو يصير؟ ألا تضغوا في الميزان، تروح إلى جهنم، نعوذ بالله. أحسن شيخ، ترى الله فاسك. إذا أخواني في ختام حلقة اليوم بث مباشر، نشكركم على حسن المشاركة ومتابعة، على اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القائد في أمان الله ورسوله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.